اهلا بكم من جديد مشاهدينا، واستقبل ضيوفي وضيوفكم الكبار كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن ماهر امام. مساء الخير يا كابتن محمد. مساء النور. مساء النور حبيبي، ربنا يخليك وسيد المشاهدين ربنا يخليك يا رب. كابتن فوزي كل سنه وانت طيب يا كابتن فوزي. طيب يا كابتن ماهر، جميل ربنا. كابتن مصر والنادي الاهلي ايضا كابتن فوزي سكوتي. مساء الخير ابو الكباتن محمد. مساء الخير كل سنه وانتم طيبين وقناه الاهلي وهي طيبه، وكابتن ماهر طبعا كابتن النادي الاهلي وعائله النادي الاهلي كلهم طيبين وجماهير النادي الاهلي يا رب ان شاء الله في الايام المفترضه خير كده وايام جميله، ايام مفترجه، واحنا يعني ده عشان نشوفكم جميله ايام مفترجه جميله ربنا يديمها يا رب. هبدا مع ضيوف الكبار في موضوع وامر مهم جدا، وهو قرارات مجلس اداره اتحاد الكره. ابتدى اتحاد الكره يرسل للانديه الفريم الوضعية للموسم المقبل من ناحية القوائم ومن ناحية التسجيل ومن ناحية كل شيء، بحيث أن كل الإداريين واللجنة اللجان الفنية في كل الأندية تكون مظبطة أحوالها قبل الموسم الجديد. القوائم هتبقى 25 لاعب، قائمة الأندية في الموسم المقبل 25 لاعب، منهم أربع أجانب، ثلاثة منهم ممكن يكون في الملعب وواحد يبقى احتياطي. هنا إضافة جديدة، إن كمان بيبقى عندك ثلاثة أجانب وبس هم اللي موجودين في السكور شيت، أنت لا عندك الأربعة ممكن يكونوا في السكور شيت ولكن ثلاثة فقط في الملعب، ودي زي الاتحاد الأوروبي بشكل كبير جدا، وابتدوا يطبقوا نفس هذا الأمر. القسم الثاني نفس الشروط، ممتاز به، نفس الشروط بالظبط، 25 لعيب، أربعة أجانب موجودين معاهم، ثلاثة في الملعب. السيد أحمد مجاهد متحدث رسميا، أستاذ كرم كردي مشرفا على المنتخب الاولمبي، كابتن مجدي عبد الغني نائب لرئيس بعثه المونديال. خلينا نتكلم ان موضوع استمرار القيد اربعه لاعبين اجانب لكل فريق والسماح لهم بتواجد السكور شيت على ان يتواجد في الملعب اكثر من ثلاثه، ده قلته لحضراتكم. هذا يستمر العمل بهذا النظام خلال الموسم الجديد 2018 2019 و2019 و2020، يبقى هذا النظام مستمر لمده سنتين. هذا النظام مستمر لمدة سنتين، 25 لعيب وأربع لعيبة أجانب موجودين معاك في السكور شيت، ولكن ثلاثة فقط من الأجانب هيكون موجودين في الملعب. اتحاد الكورة قرر إنهاء مسابقة القسم الثاني الدوري العام ذات الشروط، بدأت تكون المسابقة في 2018-2019 مكونة من 42 فريق مقسما على ثلاث مجموعات جغرافية زي ما كانت، يعني مش هيتم تغيير نظام الامور. احنا معنا على الهاتف السيد احمد مجاهد عضو مجلس اداره اتحاد الكره. مساء الخير يا فندم وكل سنه وحضرتك طيب. كباتن الكابتن فوزي سكوتي حمام كباتن الان القوائم 25 لاعب وأربعة أجانب، عايز أعرف من حضرتك كيفية هذا القرار وبناء على إيه تمت الدراسة، لأن هذا الأمر أعتقد أن هو إيجابي للغاية. لا، هو الحقيقة أن كان الموسم السابق كان في بداية الموسم قعد الاتحاد مع كل الأندية، وكان مسألة ال 30 كانت معروف أنها مرحلية تقريبا، مع في منتصف الموسم قعدت أغلبية الأندية مع الاتحاد، كان الرأي الغالب يمكن باستثناء نادي او اثنين هم اللي كانوا رأيهم ان لا تستمر قائمة ال 30. الحقيقة كثير من الأندية وجدوا ان مسألة ال 25 لاعب بقت أفضل، خاصة ان الاتحاد بيسمح بإعارة عدد كبير من اللاعبين المتعاقدين مع النادي، فيقدر النادي يستفيد من كل اللعيبة المتعاقدين معاه، سواء ال 25 لاعب اللي هم هيسجلوا وهيشاركوا في المباريات او بقيه المتعاقدين اللي النادي ممكن يعيرهم او اللي ممكن ينقلهم لانديه اخرى. فال 25 دول اللي هم هيشاركوا في المباريات، لكن في براح اكبر للمتعاقدين ان هو ممكن النادي ينقلهم سواء بالاعاره او بالانتقال الحر. طيب بالنسبه للفندم متبقي موسمين، الموسم المقبل اللي هو 2018-2019 وموسم 2019-2020 عشان ونرجع تاني لثلاث لاعبين اجانب، وده عشان اللي عنده عقود يلحق يعني يستوفيها او يتصرف في اللعيبه دي،
وكان الرأي نستمر المسألة إن عشان نفضل محافظين على القوام بتاع الفريق، فاللي يشارك في الملعب في نفس التوقيت يكونوا ثلاث لاعبين فقط. يعني إضافة للسكور شيت لعيب واحد فقط يكون موجود ولكن في الملعب ثلاثة. ممكن يقيدوا في السكور شيت زي ما انتهى الموسم. الموسم بهذا النظام هيبدأ الموسم الجديد بنفس النظام. بنفس النظام ما فيش أي تغيير. يعني الموسم الماضي أعتقد كان ثلاثة فقط اللي بيسمح لهم في السكور شيت، ولكن لا، كان في بداية لحد مثلا الدور الثاني كان الثلاثة في السكور في تقرير المباراة أو السكور شيت، ثم بعد كده سمح بقيد الأربع لاعبين في تقرير المباراة بشرط إن ثلاثة بس اللي يقدروا يشاركوا في ينزلوا التوقيت. طيب مقسمين على ثلاث مجموعات بعد الهبوط والصعود، هبط 15 صعد 9 بقي يعني قل 6 فرق، فيشارك فيه ان شاء الله 42 فريق. ال 42 فريق دول هيقسموا على ثلاث مجموعات، توزيع جغرافي مجموعه توزيع جغرافي زي بحري والوسط والدلتا والصعيد. لا بقى جغرافي بقى الاقرب. طيب كان في كلام يا فندم ان هيكون في دمج للثلاث مجموعات، وتبقى زي ما بيحدث في كل العالم ان بيبقى الدوري القسم الثاني بيبقى دوري مثلا من 16 او 20 فريق بيصعد منه ثلاثه. لا بعد الكلام ده هيؤجل، هو الكلام ده كان متخذ التالي، لكن هي المساله كانت فكره انه كان يبقى الموسم المقبل على طول، وجد الاتحاد كتير جدا من وضعها اولها لتمويل ضخم جدا وتسويق كبير، يمكن مساله اهتمام وارتباط الشركات اكثر بكاس العالم، وبالمساله دي ما اداش الفرصه ولا البراح ولا التوقيت اللي يلحق يتسوق بالشكل اللي يقدر يغطي 80 مليون جنيه عشان تقدر المسابقه دي الانديه تصرف فيها بشكل طبيعي وتعوض كل الانديه. ففي الاخر كان القرار هو ان الموسم عشان حسما الجدل ان شاء الله باذن الله الموسم المقبل القسم الثاني كما هو 42 فريق مقسم على ثلاث مجموعات، ثم التالي يكون مجموعه واحده ان شاء الله. يعني تم اختارهم بهذا الامر يا فندم ان هو من حضرتك ده قرار المجلس بالامس بالامس ان شاء الله المنشور كله بيتجهز هيرسل ثم بعد كده هترسل شروط المسابقات بالكامل ان شاء الله. طيب يا فندم عايز اسال حضرتك على موضوع اللاعبين السوريين والفلسطينيين، هيتم التداول معهم او التعامل معهم بان هم غير اجانب لمده موسمين؟ كما يعني ده من اول دقيقه لما تم الاتفاق على هذا الامر، تم الاتفاق على ان اللاعب السوري هيعامل معامله اللاعب المصري بس حد اقصى اثنين في القائمه. الفلسطيني في قرار وزاري قديم من 2003 و2004 على ما اذكر ان هو اللاعب الفلسطيني يعامل معامله اللاعب المصري من حيث القيد. اللاعب السوري السنه اللي فاتت نظرا يعني الظروف والدراسه اللي تمت في التوقيت تم اتخاذ قرار ان اللاعب السوري عمل ما يعاملش معامله الاجنبي لحد اقصى اثنين لاعبين لكل فريق، وده لموسمين فقط، يعني انقضى منهم موسم متبقي موسم ان شاء الله يكون ده الموسم الاخير باعتبار اللاعب السوري في الاجنبي. طيب الموسم القادم يا فندم هيبقى فيه دوري الرديف ولا مفيش؟ لا هو مش دوري الرديف، هو في مسابقه الجمهوريه مواليد 97 اللي بيلعب معاها يقدر يشارك فيها ثلاثه من الفريق المقيدين بالفريق الاول. ايوه ممكن النادي يقدر يستفيد منكم، لعيب راجع من اصابه، لعيب عايز يشاركوا بشكل معين. ودي دايما المرحله السنيه اللي بتبتدي الفريق الاول بتكون فيها الشروط دي. انا كان ان شاء الله مسابقه 97 بتاعتنا يكون سن او مرحله المنتخب الاولمبي. ايوه حفاظا على لعيبه بتوع المنتخب الاولمبي قرر المجلس ان هيبقى فيه مسابقه 97 يشارك فيها ثلاثه من الفريق الاول، في مسابقه 99 في مسابقه 2001 الثلاث مسابقات دول جمهوريه اجباري على انديه القسم الاول المقيدين للاعبين في هذه المراحل، مسابقه 2003 هتكون مسابقه جمهوريه اختياريه لانديه القسم الاول، يعني لو نادي
قال لا انا هشارك في الثلاثه دول والثالثه دي مش هقدر اشارك فيها فيسمح لي انه يشارك في المناطق او في الفروع المسابقات الزوجيه 2002 2002 2004 دون فروع والقطاعات. طيب يا فندم هاخد حضرتك لشكل بعثه مصر في كاس العالم، خلاص كده ما شاء الله موضوع تنسيق المسابقات اعتقد انه على اكمل وجه وحاجه صراحه انا شايفها مبشره، يعني تم دراستها واي حاجه بيتم دراستها بشكل جيد بتبقى مبشره. بالنسبه لشكل بعثه مصر في كاس العالم ان شاء الله باذن الله هتنقسم المساله لجزئين، طبعا بعد انتهاء المعسكرات اللي جايه المنتخب ان شاء الله مباراه الكويت يوم 25 ثم مباراه كولومبيا في بيرجامو في ايطاليا يوم 1/6 ثم بلجيكا في بروسلز يوم 6/6 هيعود المنتخب. بس المنتخب تتحرك ان شاء الله من القاهره لجروشر 6 هيكون مع البعثه نائب رئيس البعثه كابتن مجدي عبد الغني من هاني بوريدا رئيس الاتحاد ورئيس البعثه المشرف على المنتخب هيكون موجود هيكون موجود من يوم 9 في موسكو بصفته عضو في مجلس الفيفا بصفته الدوليه يا فندم اللي موجود في الكونجرس الفيفا اللي هيقام او هينعقد في موسكو في 13/6 هيتوجه من اعضاء المجلس الدكتور كردي واحمد مجاهد والعميد طارق ويلم ده هيكون الوفد المشارك في الكونجرس. طب فندم ممكن اسال حضرتك عن ما هي طبائع كونجرس الفيفا اللي هيكون في المرحله المقبله؟ يعني هيتكلم على ايه جدول الاعمال بتاعه؟ لا ده قصه طويله بقى محتاجه لوحدها. لا ابرز الاصل الاعمال لو انا وريتك لو انا وريتك الكونجرس اللي جاي هتلاقيه مثلا يزيد عن 300 صفحه. اصل المشاهد العام يا فندم المشاهد العام بيبقى حابب انه ياخد انطباع، يعني ايه ابرز المعالم؟ في قرارات كثيره جدا متعلقه باستراتيجيات كره القدم وبالفتره وبالمرحله المقبله، فيها القرار فيما يخص تنظيم كاس العالم 2026، فيها جدا من البطولات اللي هتخلق جديده ما كانتش موجوده قبل كده. انا كاس دي فيها يعني. طيب استاذ احمد عايز اخد راي حضرتك، هل حضرتك يعني ممتن لتجهيزات منتخب مصر قبل السفر الى روسيا في المونديال؟ ممتن ولا مقتنع؟ لا يعني الاثنين، يعني الاثنين واحد. لا مقتنع. 100 صوره تليق بسمعه واسم الكره المصريه ان شاء الله. طيب استاذ احمد غدا نهايه الدوري المصري الممتاز، كيف شاهدت هذا الموسم من وجهه نظر حضرتك؟ لا هو انا يكفي ان حضرتك تعرف ان احنا هنا الكاس الدوري مسابقات حتى الان اتحادات عريقه وبلاد كبيره جدا عشان الوقت وعشان كاس العالم لحد دلوقتي لسه بتنهي في مسابقاتها. احنا المفروض الحمد لله يعني زي ما وعدنا في بدايه السنه، لازم اشكر الحاج عامر حسين رئيس مجلس القسم الاول اللي قدر بحياه باختبار انه ينهي المسابقه بشكل طبيعي القسم الاول وكاس مصر. طبعا كل رؤساء اللجان كل التحيه للكابتن خالد كامل رئيس مجلس القسم الثاني، الكابتن عادل محفوظ رئيس لجنه القسم الثالث، كابتن طه فتح رئيس لجنه الحكام، كابتن فوز السكوتي رئيس لجنه القطاعات، كل دي مسابقات وكثير جدا من الافرع اللي فيها لجان مختلفه، كل دي مسابقات انتهت بايه؟ انا لتسليم النادي طيب يا ريت يا جماعه تجيبوا لنا المهندس احمد مجاهد مره ثانيه عشان احنا بنساله على امر مهم للغايه. صراحه تحدثنا فيه العديد
خص كرة القدم المصرية، شكل القوائم، شكل الأجانب، شكل المسابقات، دي حاجة من الحاجات المهمة. أخد برضو رأي نجوم الكوار، يعني كابتن ماهر 25 لاعب بالإضافة لأربعة أجانب، أعتقد أن أصبحت الأمور باينة بالنسبة لكل الأجهزة الفنية. بص محمد، انا عايز طبعا احيي اتحاد الكوره خلال الفتره السابقه بقياده الكابتن هاني بريده والعضو النشط احمد مجاهد، لان احمد مجاهد اكتر واحد نشط في اعضاء مجلس اداره من الناحيه الاداريه، انه متواجد بصفه اساسيه في اتحاد الكوره، بيتابع بشكل كبير جدا. احمد مجاهد يمكن نضج بشكل كبير في الجوانب الاداريه اللي هي بتبدا تساعد بقى في الكلام اللي قاله، الملخص الجميل اللي قاله بالنسبه لموسم قادم ان شاء الله يعني يعود على الكره المصريه زي ما احنا شفنا بالنفع طبعا والازدياد والازدهار. النقطه الثانيه عايز احييهم بقى طبعا على الموسم السابق، لان هم فعلا قطعوا شوط كبير جدا، هو يمكن وتكمله المشوار الحاج عامر حسين المسؤول على لجنه المسابقات، يعني قدر يخرج بالدوري العام وكأس مصر إلى بر الأمان. في نفس الوقت طبعا يمكن المساعدين اللي ساعدوه اللي هو ذكره، يمكن خالد كامل وعادل محفوظ وفوز سكوتي اللي موجود معانا النهارده، يعني تقدر تقول ان في فريق عمل واضح قوي، ان في تنسيق بشكل جيد. يمكن كانت في بعض الملاحظات من خلال بدايه الموسم، بعض المشاكل، لكن قدروا ان هم يعني يتخلصوا بيها بشكل احترافي. شكل واداء الموسم الجديد واضح قوي ان هم مذاكرين وان هم محضرين لبدايه الموسم الجديد، ويمكن احمد مجاهد وضح لنا من خلال الحوار اللي بينك وبينه كان صعب جدا على جداً. اي جهاز فني من ناحيه الاجهاد بالظبط، يعني مشكوت 3 ايام. طبعا هي دي كانت مشكله من ضمن السلبيات يمكن اللي وقعنا فيها يا محمد، واثرت على النادي الاهلي. هنتكلم طبعا في مشوار النادي الاهلي خلال الفتره السابقه، لكن كانت واضحه بشكل كبير ان احنا ثاني على التوالي يحصل كل 3 ايام كان اجهاد واضح جدا لمعظم نجوم مصر، حتى النجوم الدوليين اللي بيشاركوا مع منتخب مصر معظمهم يمكن اتصاب باصابات، حتى يمكن اللعيبه الاجانب احنا شفنا يمكن اجاي وازارو كانوا من ضمن المصابين. لكن عايز اقول لك احنا عندنا الاجانب كلهم اتصابوا بصراحه يعني لكن عايز اقول لك ان هم طبعا اكيد بيفكروا في السلبيات ويحاولوا يخلوها ايجابيات هذا الموسم، وده واضح طبعا حتى يمكن بالنسبه ل 25 لعيب اللي هم اعلنوا عنها بالنسبه لقيد هذا الموسم مع اللعيبه الاجانب الاربعه الاجانب. يمكن اول مره يضاف لعيب اجنبي، احنا طول عمرنا متعودين ان 3 لعيبه اجانب بس اللي موجودين، النهارده في لعيب رابع بس هيبقى في الاسكور لكن مش داخل الملعب. دي حاجه برضك بتحسب يمكن اتحاد الكوره بعض الاضافات اللي هم اضافوها. يمكن اتكلمت انت بالنسبه للعيبه السوريين او اللعيبه الفلسطينيين اللي هم بقى يسمح لهم وجودهم في الدوري المصري بحد اقصى 2 لعيبه، دي حاجه برضك بتحسب يمكن اتحاد الكوره ان هو بصراحه ده من يعني من ضمن الحاجات الصائبه للغايه بالظبط للغايه. يعني معتقد ان احنا الوحيدين اللي استقبلنا وفتحنا كما حدث مع طبعا مع الشعب السوري والشعب الفلسطيني. احنا دايما مصر دايما وابدا يعني دراعاتها لكل الاخوه، وبان حتى في خلال كره القدم اللعيب السوري ما بيحسش ان هو مغترب هنا. بالظبط يا محمد، ده من الناحيه الرياضيه، لكن من الناحيه السياسيه كمان احنا فاتحين يعني ام الدنيا على حق زي ما بيقولوا، ان احنا فعلا بنحتضن كل الاخوه العرب اللي موجودين عندنا بجميع الجنسيات. يعني النقطة الثالثة كانت المهمة، القسم الثالث اللي يمكن عدده كتير جدا، آسف القسم الثاني عدده كتير جدا، لكن هم برضك فكروا ان يبقى 3 مجاميع في كل في كل في كل مكان، يعني بحري مثلا مجموعة، القاهرة مجموعة، هيبقى الصعيد مجموعة، وبعد كده هيفكروا. مهندس احمد مجاهد قال ان على حسب الترتيب الجغرافي. كابتن فوزي، عايز اخد برضو وجهه نظر حضرتك، واحد برضو من المطبخ اللي موجود في اتحاد الكره في المسابقات، عايز اخد راي حضرتك في كل القرارات. الله، بسم الله الرحمن الرحيم. يعني يعني بحيي المهندس هاني ابو ريده وكابتن مجدي عبد الغني وكابتن احمد مجاهد. حصل احتفاليه في مسابقات الجمهوريه، انا ماسك رئيس لجنه القطاعات وطلبت ان احنا نعمل احتفاليه تكريم للعيبه والاجهزه الفنيه والانديه اللي هي فازت بالمراكز الاولى في مراحل 97 و99 و2001. نعم. دول اللي هم النواه بتاعت الفرق الانديه المنتخبات. يعني احنا الشغل بتاعنا في الانديه او في اي حته في المسابقات الناشئين، عشان بنخدم الفريق الاول بتاع كل نادي، وبنخدم المنتخبات القوميه. ده الترجل.
ده التارجت اللي يعني بناء عليه حضرتك بتحط استراتيجيه. اه عملنا احتفاليه حلوه الحمد لله، واول مره تحصل في اتحاد الكره في عهد اتحاد الكره ده ان يحصل احتفاليه نحتفل بالولاد، وكان في جوائز عينيه وان شاء الله في جوائز ماليه، يعني اتفقنا مع كابتن مجدي والمهندس هاني ابو ريده ان شاء الله يبقى في جوائز عينيه اللعيبه تحس بان في اهتمام من اتحاد الكره بمسابقه. عايز اسال حضرتك سؤال، ليه ما بيلعبوا في القاهره؟ ليه بيلعبوا في ملعب الفرح؟ لعبنا في استاد القاهره، احنا كان في مسابقات يعني كان في بيجي لنا يقول لك 2001 او 99 هيروح يلعبوا اهلي وزمالك هيلعبوا في السويس، فاحنا قلنا يروح يلعبوا في السويس وتكلفه و... لا انا بتكلم على استاد القاهره، يعني استاد القاهره في ماتشات اهلي وزمالك كتير اتلعبت على الملعب الفرعي، حتى نقلناها هنا في قناه النادي الاهلي، ليه ما بيلعبش على الملعب الرئيسي استاد القاهره؟ نمره واحد التكلفه عاليه، التكلفه هتبقى عاليه بالنسبه للناشئين. الملعب الفرعي جميل جدا وكويس، انا يعني انا عارف ان هو على اعلى مستوى، بس انا بتكلم ان الناشئ 97 بيبقى حابب ان هو يعني اللعيبه كابتن لما يخش استاد القاهره يقول انا لعبت فيه انت حضرتك. يعني هو لو لعب في الاستاد طبعا في وجود بعض الجماهير، مش هقول لك بقى الجماهير كده لان مفيش جماهير، اولياء الامور والحاجات دي هتختلف مع اللعيب جدا، لان الماتشات دي كلها بتاعت الناشئين كابتن ماهر نفس الكلام مفيش جماهير بالظبط. فانا عايز اعود الناشئ اللي طالع اتعود على الجمهور اهلي وزمالك، يعني انت عارف احنا بنقول لقاءات القمه دي مهما يكون الدوري من الاهلي خد الدوري وخلاص خلص، شفنا ماتش اهلي وزمالك كل مصر واقفه بتتكلم على ماتش اهلي وزمالك، فانا بعود الناشئ ان بتدخل منافسات اتعودت على وجود الجمهور، بلعب في منتخب الشباب منتخب الناشئين متعود، بلعب بره مصر جوه مصر متعود على وجود 20 30 الف متفرج، بتبدا تحضره فوز زي محمد قال بتبدا تحضره بس الفريق الاول لما بتلعب قصاد الجمهور. يعني انا يعني هنتطرق للموضوع ده بعد كده، ان النادي الاهلي من ضمن المستوى مش هو المستوى العالي اللي احنا كنا بنتكلم عليه، مش عشان مثلا الماتشات اللي خسرها لا، ده من بدايه الدوري عدم وجود الجمهور ده وضع طبيعي، ده جمهور النادي الاهلي ده تملي طول، وكابتن ماهر عارف رقم واحد طول، واحنا وانت عارف يا محمد طول عمرنا بنكسب نمره واحد الجمهور، يعني كل لعيبه الانديه الثانيه يقول لك انتوا بتكسبوا عشان الجمهور بتاعكم، فدي ان شاء الله ربنا يكرم يا رب وان شاء الله بس محطوطه يا فندم في الحسبان يا رب ان شاء الله يكون اتحاد الكره ياخد قرار باذن الله مع الامن موافقه ان هو شكل وجهها من عائله النادي الاهلي وقناه النادي الاهلي الجماهير الوفيه وجماهير النادي الاهلي الكبيره وجماهير مصر العريضه كلها، ان يبقى في التزام شويه في الموضوع لا ان شاء الله الفتره القادمه التزام هيبقى ولو حد عمل حاجه هم نفسهم يبعدوه يعني هو يعني هم يعني في الفتره الماضيه طبعا وبعد احداث مباراه مونانا خلاص اعتقد ان في سياق عام وكله عارف عشان هم يرجعوا. انا بشوف في ناس كده نفسهم ولادنا واحفادنا عايزين يروحوا يتفرجوا، الشباب عايز يروح يحضر الماتشات يعني عايز يشوف نجومه. سمعناه من كل المراحل السنه دي ما شاء الله النادي الاهلي كسبان الزمالك 97 وكسبانهم 2000 وكسبانهم 2001 وكسبانهم 2001 و2002 اخر حاجه، كل دي كان في الملعب الفرعي يا فندم، في اولياء امور ولكن الجمهور حاجه ثانيه. طبعا انا عايز اعوده يا محمد، انا عايز اعود الناشئ ان في وجود جمهور عشان ما يبقاش عنده رهبه، انا بطلعه يلعب فريق اول بطلعه يلعب منتخب، فبتعيد كل الجهاز الناشئين ده99 بعده ان من 18 سنه 19 سنه بيلعب درجه اولى بيلعب في منتخب، فهي دي ربنا يكرم. من خلال المراحل دي يا محمد، من خلال المراحل دي يا فوزي لو نرجع بالتاريخ لورا شويه، ابراهيم يوسف كان هو عنده 16 سنه كان باين انه ابراهيم يوسف، فوزي سكوتر لما كان موجود كان باين، فاروق جعفر، حسن شحاته، خطيب، ماهر همام، يعني عايز اقول لك ان كل المراحل السنيه من تحت بيتبان الاولاد مين اللي هيقدر يكمل، مين اللي هيقدر العين عليه، مين اللي قادر، مين اللي الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله يكون قريب من الفريق. كابتن ماهر انت عارف يا كابتن محمد كان احنا بنلعب كنا بنلعب قبل الفريق الاول لا قبليه لا بعديه، سواء عنده تمرين او عنده ماتش على مدار التاريخ يا فندم، نفس القصه برضه على جيلي هو جيلك طبعا نفس القصه نفس كان بيقعدوا المدرب المدير ده الاهلي والزمالك اهو ده في ده مواليد 2000 بص ملعب جميل جدا هو ملعب جميل ما يلعب في القاهره يلعب في نادي، يعني احنا ان شاء الله لو لينا عمر السنه الجايه متواجدين في اتحاد الكره ان احنا الانديه دي تلعب في ناديها ايه المانع؟ ده احمد ياسر ريان بص الاجوال وبص الكورسات وبص الجمل التكتيكيه الجميله واحتفال حتى على كريستيانو رونالدو حاجه جميله جدا اولياء الامور قاعدين بص يعني حتى اولياء الامور اللي انا عايز اقول لحضرتك برضو قبل بطوله افريقيا
كان في طبعا اجايه وكان في باكا. باكا ما كانش لسه شاف جمهور النادي الاهلي، يمكن اجايه كان لعب شويه في برج العرب فشاف جمهور النادي الاهلي. فلما الجمهور جه حضر التمرين قبل بطوله افريقيا لو حضرتكوا تتذكروا، اتخض خضة خضة شديدة جدا، مش متعود على شديدة جدا لانه ما كانش واخد يعني يمكن طبعا عارف النادي الاهلي بس الجمهور الدوري هو بيتفرج على الدوري من غير جمهور، غير جمهور. فلما لقى تمرينه فيها العدد ده حتى التمرينه دي اتلغت، وكنت حتى 30 40 ألف تتش ولكن الخضه بتاعت باكا كانت كبيره، وابتدى يحس ايه ده فعلا فريق زي ما انا بسمع بقى. ليه؟ لان هو لما جه كان بيروح الماتشات او التدريب مفيش جمهور، مفيش جمهور، فتعود على ان اللعيب كده خد على انه مفيش جمهور يا كابتن ماهر. بالظبط، الناشئ اتعود ان مفيش جمهور ازاي. لا ده بالعكس، ده انا عايز اطلع من جواك الرهبه دي، وبالعكس ده اللعيبه بتزيد كمان، يبقى الجمهور بالنسبه له دافع، مش دافع جامد جدا وما يخافش وبيلعب وبيأدي وبيأدي ازيد كمان، يعني بيديله دفعه جامده جدا. فنتمنى ان شاء الله السنه الجايه الامور تتصلح والامن يوافق ان رجوع الجمهور ان شاء الله باعداد متفاوته. طب حضرتك شايف ان بدايه السيزون الجديد في مواعيده وانتهائه في مواعيده هيبقى فيه راحه، وما بين كل ماتش وماتش فيه متسع من الوقت، ده هيبقى يعني اضافه كبيره جدا للسنه المقبله؟ هو الكابتن احمد مجد يعني كان فعلا شكر للحاج عامر حسين والكابتن خالد كامل وعادل محفوظ في جميع المسابقات، كان حتى المسابقات القطاعات الناشئين الجمهوريه كان في ضغط جامد، لعبناهم برضو مرتين في الاسبوع بقى مش قادرين اللعيبه يعني الاجهزه الفنيه. اللعيبه في قطاعات 2003 رجعوا من دبي يلعبوا على الدوري بالظبط، ما عندوش وقت يا كابتن ماهر. هو غصب عنهم لان كان الضغط بتاع الدوري بالمسابقات الافريقيه اللي موجوده والمسابقات العربيه اللي ماتشات الدوره العربيه اللي كانت موجوده، فعلى اساس لازم يخلصوا قبل بدايه كاس العالم، يعني لازم قبل بدايه كاس العالم، لان كل احنا خلاص يعني الماتش الجاي اللي هو بتاع يوم السبت الجاي ان شاء الله ماتش ليفربول وريال مدريد، وبعد كده اللعيبه كلها في منتخبات ان شاء الله ليفربول يكسب ان شاء الله عشان محمد صلاح. طبعا عشان محمد صلاح نتمنى له التوفيق يا رب. بنشجع ريال مدريد لكن محمد صلاح ابننا. انت عارف يا محمد لا بصراحه انا كنت بقعد اتفرج مثلا في اي حته بشوف الناس بتشجع ليفربول مع ان ما حدش يعني ما كانش حد بيشجع ليفربول من المصريين الشباب اللي طالعين حافظين بالاسم وبيروح عشان محمد صلاح. لو محمد صلاح طلع من الملعب تلاقي اللعيبه يقول لك اقلب بقى المحطه. ممكن تلاقي حد يقول لك اقلب. يعني برضه عايز اقول لمشاهدينا ان تشيلسي بطل كاس انجلترا الاف اي، اقدم بطوله في التاريخ، دي اول بطوله اتعملت في العالم. كاس انجلترا هي اقدم بطولات العالم فاز بها نادي تشيلسي، هدف مقابل شيء كان احرزه ايدن هازارد. واعتقد فرانكفورت هو كمان كسب فريق بايرن ميونخ 3 أهداف مقابل هدف. المدير الفني لفرانكفورت اينتراخت فرانكفورت نيكو كوفيتش هو اللي هيمسك بايرن ميونخ الموسم المقبل، ودي زي يعني زي ما حصل كده مع كابتن علي ماهر وسموحه كابتن ميمو عبد الرازق، كان هو بيلاعب الاسيوطي بيلاعب سموحه، هنا بقى كابتن ميمو عبد الرازق هو اللي فاز، لكن في المانيا نيكو كسب فريق بايرن ميونخ قبل كان الامور بعيده الى حد كبير، ولكن استطاع انه يفوز باللقب. برضو عايز اخد راي النجوم الكبار، النادي الاهلي الان يبحث عن مدرب، يبحث عن مدرب اجنبي. اعتقد حضرتك كابتن ماهر كنت في حقبه دخل فيها العلم كره القدم بوجود مستر كوتي، يعني مستر كوتي نقل الكره المصريه مش بس النادي الاهلي، نقله كبيره جدا. شايف الدنيا ممكن تذهب الى فين؟ بص يا محمد، زي ما قلت لك ان احنا طول عمرنا بنتورث حته الاجهزه الفنيه المصريه ثم الاجنبيه او الخواجات. يعني قبل ما يجي مستر كوتي في جيلنا احنا جيل السبعينات كان في الكابتن عبد الصالح الوحش، يعني الله يرحمه. الله يرحمه. كان من افضل المدربين الموجودين، وكان محاضر بشكل كبير جدا بيجمع بين الجانب الفني والجانب العلمي. نعم. وقتها كان النادي الاهلي عنده نخبه من اللعيبه طالعه عمارة السنيه من تحت القطاع، واخد بالك، وكانوا بيسموها وقتها التلامذه، يعني كان اسم مشهور فرقه التلامذه، معظمها بقى كابتن مصطفى عبده ومصطفى يونس ومحمود الخطيب وكابتن زيزو، واخد بالك، فنخبه من اللعيبه اكرامي. فكابتن صالح وقتها الله يرحمه كان مدير كوره، فكابتن صالح كان سابق عصره، يعني كابتن صالح كان طول عمره يعني من اللعيبه اللي احترفوا في النمسا زمان، وكان لعيب على اعلى مستوى. فكابتن صالح فكر ان المجموعه دي محتاجه هيد كوتش على اعلى مستوى،
فطبعا كابتن صالح بعلاقته المميزه يمكن مع سفيرنا في المجر قدر يرشح ساعتها كانت زي البرتغال مثلا بالظبط يعني زي البرتغال كوره على اعلى مستوى كوره زي البرتغال كانت اقوى الفرق اقوى الفرق اللي موجوده في مصر بالظبط فطبعا مستر دوكوتي وقتها كان بيعتبر من افضل اربع لعيبه موجودين في العالم بوشكش طبعا اللعيب الشهير فيمكن كان اختيار الكابتن صالح الفتره ديت لمستر دوكوتي اسم كبير جدا وعالم الاعلام الموجوده على الخريطه العالميه بالنسبه للعب وبالنسبه للتدريب فكان اختيار موفق جدا يا محمد بشكل كبير لما جه مستر كوتي وتعاقدنا معاه نقل طفره علميه وفنيه وتكتيكيه ما كانتش موجوده في مصر كنا بننزل قطرين ورا بعض انا سامع يا كابتن ان قبل مستر كوتي ما كانش في حد بيسخن في الملعب خالص يعني حاجات كتيره جدا يمكن فوزي يمكن لحقنا فترات كتيره جدا مع مستر كولتشي بقى مش مستر كوتي لحقته دوكوتي لما كان بياخدنا كابتن مار في نادي الجزيره يعني التراك بتاع نادي الخيل بتاع نادي الجزيره كان بياخدنا هناك نجري بالظبط يعني شفنا حاجات يا محمد ما كناش بنشوفها يعني برضو طبعا مين يقول لك مثلا ده بيسخنوا في الملعب طبعا باب وفي ناس تسمعنا دلوقتي فعلا ما كانش في حد بيسخن الا فوق اللبس بالظبط يعني عايز اقول لك كمان ان المدارس حتى كمان مدرسه نادي الزمالك افتكر الكابتن زكي عثمان رحمه الله عليه يعني من ضمن الناس اللي جت حضرت التدريب يعني كانت الناس كلها الباب مفتوح ما كانتش يعني عشان انا زمالك يعني اتفرج على اهلي كانت موجوده جه حاجه على مستوى كبير جدا نقل الكره المصريه بهذا الشكل كل مدربين مصر كانت موجوده وتيجي بتحضر التمرينه كل يوم تتفرج على الراجل ده بيعمل ايه من ناحيه التسخين من ناحيه الجمله التكتيكيه من ناحيه المهاريه طبعا قعدنا سبع سنين استفدنا منه بشكل كبير جدا فانا عايز اقول لك ان ده كان هيد كوتش عاش كابتن فوزي حضرتك تتذكر نهائي كاس مصر 78 لما كان كابتن محمود خطيب كان عنده اصابه والنادي الزمالك كان متقدم الشيخ ومتقدم هدفين مقابل لا شيء وبعدين نزل كابتن بيبو والناس كلها يعني حتى كابتن محمود خطيب ما كانش متخيل ممكن ينزل لا ده كان الخطيب كان بلبسه يعني كان لابس لبسه يعني من ضمن الحاجات اللي كان برضو بيفكر فيها مستر دوكوتي انه كان وكان معاه كابتن فؤاد شعبان كمان الله يرحمه كان بيفكر في كل حاجه ما دي ده الكوتش بقى اللي هو بيفكر في كل حاجه لو حصل لا قدر الله النتيجه ضد هتعمل ايه وانا مش سيناريوهات السيناريو بتاع الماتش كابتن ماهر عارف بنقعد نفكر في كل السيناريوهات اللي قاعد بره ده انا هستعين بيه امتى هنزله امتى ممكن العبه او ما العبوش احتمال لسه ناشئ طالع اهو فوزي اهو بقى الحاجات بقى اللي بتستمتع بيها كابتن ماهر وكابتن فوزي في ماتشات زمان الحاجات الجميله بقى اول 10 دقايق ربع ساعه اللي كنا بنكسب فيها والله افتكر يعني كان مستر كوتي طبعا ماهر فاكر هو وكابتن فؤاد لما نيجي الصبح بدري انا بشكر بس زمايلنا لان هم جابوا لنا الحاجه على طول ده كان كابتن طه بصري الله يرحمه ده هدف التعادل ده ماتش الاهلي والزمالك كاس مصر 78 كان الزمالك بطل الدوري بجول اعتباري هنتكلم عليه ده يعني حاجه من الكوارث اللي حصلت في تاريخ الكوره بص الجماهير سواء اهلي وزمالك بص الجماهير متواجده وكله يعني كله النتيجه بتطلع مين اللي كسب مين اللي ده كابتن طه بصري ده نهايه الشوط الاولاني يا فوزي نهايه الشوط الاولاني كان مين واقف جون يا كابتن كان ثابت البطل الله يرحمه ثابت البطل واحد وهنا ده بعد كده كنا تقدمنا احنا كابتن مصطفى عبده الاول 1-0 مصطفى عبده نعم ثم بعد كده واحد. ده علي خليل كابتن ده الهدف الثاني يمكن يعني عمليه تقديريه للكابتن مصطفى يونس علي خليل قدر ان هو يسجل الهدف الثاني يمكن كان زمن المباراه وقتها حوالي 14 دقيقه يا محمد والزمالك كسبان 2-1 فوزي اتكلم على مستر كوتي اضاف اول مره في الاضافه في الحته الفنيه فوزي ان المدير الفني محمد يضيف عنصرين نعم. يعني اول انت عارف احنا طول عمرنا كنا بنغير بلاعب نعم. لا المره دي مستر دوكوتي كان عنده نوع من الجراءه ضاف محمود الخطيب وطارق الشيخ هم بيسخنهم لحد ما اصابه هو يعني بيسخن هو ماسك نفسه يعني ماسك رجله وطارق الشيخ بص هيضيف الاثنين يعني ودي كانت حاجه من ضمن الحاجات اللي كانت جديده علينا يعني يمكن شال حازم خالد من خط الظهر وبدا يضيف طبعا عنصرين من عناصر الهجوم طبعا ده الدبل باس لعبه ايوه بتتضرب وبعدين كروس العرض يعني طبعا من احلى الاهداف اللي شفناها في الاهلي والزمالك يعني بلغه الكوره كده تك 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 بالظبط لغايه دلوقتي الناس فاكراها ما بتتنسيش بتحب تتفرج عليها كمان يعني شوف الزمن كده بقول الاهلي والزمالك قمه ليه الماتشات دي ما بتتنسيش بتبقى تاريخ دي من ضمن الحاجات يا محمد اللي احنا بنتكلم على هيد كوتش ماهر هو مين اللي سند الكوره قبل ما كابتن مصطفى عبده قبل ما كابتن بيبو يحطها
طاهر الشيخ. تبديلين تبديلين هم وبعدين شطة مختار وشطة اوفرلاب جميل وبعدين الكروس العرضي طبعا مصطفى عبده وضربة راس بتقع منه جمال عبد الحميد اللي هو طبعا جمال يمكن لعب لفرقتين سجل هو موجود مع الاهلي وسجل في الفرقتين يعني جمال من ضمن الناس شفت اللي سجل في الزمالك وسجل في الاهلي شفت اللياقه بتاعت شطه شفت الشقلبه اللي عملها واعتقد ان انتوا قلتوا له يعني قبل ما يرفعها ما تعهاش بشمالك ده الهدف الرابع طبعا طاهر الشيخ واضح قوي طبعا ان محمود فوزي حارس مرمى الزمالك اخطا في ان هو يقدر يقطعها لكن طبعا طاهر الشيخ كان متابع بشكل جيد عشان يفوز الاهلي 4-2 ده من ضمن الماتشات اللي الجمهور النادي الاهلي ما بينساهاش يا محمد طبعا لان فيها حاجة لان كان خسرين الدوري بجون اعتبار زي ما انت قلت وصلنا مع الزمالك فاينل طبعا ده الهدف الاولاني صفوت ومصطفى عبده اول ربع ساعه عشان كان النادي الاهلي لاعب فرقه وكسبها 1-0 وانسحبت امام الزمالك احنا كسبنا 4-4 والزمالك كسب الاسماعيلي 2-0 الهدف ده هو الهدف الزياده اللي كسبه اللي كسبه الدوري لحد لكن احنا كنا جبنا ساعتها لسه في الهدف الخامس لو كنا جبنا الهدف الخامس كنا احنا اللي خدنا الدوري يعني شوف يا محمد التوفيق بتاع ربنا برضو بتاع يعني مستر دكوتي وكابتن فؤاد شعبان كان موجودين ان يحصل تغييرين في الشيخ وكابتن محمود الخطيب يعني هينزل امتى والراجل مصاب لكن بيتحمل على نفسه وخد حقنه وعمل سخن كويس واستعان بيه والاهلي كان مغلوب نزل قلب الماتش ما هي دي بقى طب انا عايز اخد راي حضرتك توفيق يعني ربنا طبعا طبعا يعني. اكيد بس يعني وكل اعماله يعني لا ما هي انت بتعمل بتجتهد وتشوف متكتهد. وربك بقى اللي بيوفق عايز اخد راي حضرتك كابتن وجود كذا مدرسه بترشح مدرسه كرويه انت عارف حضرتك المدربين بيمثلوا مدارس كرويه في رامون دياز من الارجنتين في مدرب في سيفيهات من هولندا في سيفيهات من البرازيل في من ألمانيا يعني حضرتك شايف المدير الفني الأنسب للنادي الأهلي بأني هوية بأني طريقة كروية النادي الأهلي لا يلعب كرة دفاعية هل ترجح يكون راجل عنده فلسفة توازن ولا فلسفة هجومية بص المدير الفني اللي يجي للنادي الأهلي كنادي كبير نادي شعبية نادي بطولات اللي بيبقى جاي عارف إيه النادي الأهلي وياريت لو يكون اشتغل في حتت دول عربية أو حاجة زي كده يعني احنا بنقول مستر فيريرا يعني اشتغل فعارف طبيعه اللعيب المصري المدربين الاجانب بره بيعتمدوا على عندهم الفلسفه بتاعتهم ملوش دعوه بالناحيه من احنا بنقول عليها اللعيب المصري تملي ايه بيحب حد يطبطب عليه يحب حد يراعي ظروفه يبقى يتفاهم معاه يتكلم معاه طب ما مستر مانويل جوزيه ما كابتن لم ياتي من دوله عربيه ولكن حقق نجاحات كبيره عرف ومعاه والمساعدين اللي معاه عرفوا يوصلوا له اللعيبه كانت بيحتاج ايه نعم. عرف يتاقلم مع اللعيبه بتاعته يعني مستر مانويل جوزيه جه وبعدين مشي نعم. يعني جه قعد فتره شويه لا جه قعد فتره هي سنه خد اول سنه خد بطوله افريقيا ومشي ورجع تاني كسب الزمالك 6 وكان بقى في لعيبه كويسه جدا وجاب لعيبه كويسه جدا وقدر استمر بيهم فتره كبيره كان واخد بطولات كتيره فعرف الفلسفه بتاعه اللعيبه النادي الاهلي جماهير النوعيه بتاعه جماهير النادي الاهلي جماهير النادي الاهلي متعطشه خلي بالك مش للفوز بس لاداء اللعيبه يعني احنا بنلاحظ كده كابتن ماهر عارف بيبقى ان جماهير النادي الاهلي لو النادي الاهلي كسب مثلا ماتش وأداؤه مش كويس بيقول لك يا عم احنا كسبنا بس اداء النادي الاهلي يعني مش كويس يعني اذا لجنه الكوره مش بس بتراقب السي في لا كمان طريقه الاداء طريقه اداؤه طريقه معاملته طريقه فلسفته النادي الاهلي نادي كبير نادي شعبيه كبيره نادي بطولات فاللي هيجي ده عنده مسؤوليه كبيره هو مش جاي هيعمل عقد وياخد فلوس ويمشي طب انا عايز اعرف منك المواصفات يا كابتن اللي حضرتك حابب انها تكون موجود طبعا هسال نفس السؤال لكابتن ماهر بس اخد من حضرتك المواصفات اللي حضرتك حابب انها تكون موجود في المدير الفني الجديد ايه والله احنا جربنا يعني المدربين اللي هو اداؤه فيه اول حاجه بيعتمد على اللياقه البدنيه نمره واحد ان هو بيشوف اللعيبه بتاعته بيعرف يختار اللعيبه بتاعته بيعرف ينزل اللعيبه المين اللي يحتاجه القايمه بتاعته ودي فرصه عارف يا كابتن ماهر برضو ان الراجل لو جه هيجي لو جه لجنه الكره ان شاء الله كابتن الخطيب وكابتن زيزو وكابتن عبد الصادق طبعا هم شغالين على اساس عايز يجيبوا احسن حاجه للنادي الاهلي طيب انا بشكر طبعا عشان ما ننساش برضه بنشكر الكابتن حسام البدري على فتره لا احنا هنتكلم على ارقام وانجازات وحاجات جميله جدا بس الاول اخد بس مع مشاهدينا سريعا كده قائمه النادي الاهلي عشان دي طبعا بتبقى دايما عندنا انفراد في قناه النادي الاهلي بندي لهم القائمه اللي هيخش بيها النادي الاهلي احمد ايوب المدير الفني المؤقت للفريق الاول لكره القدم اعلن القائمه
وجاءت كالتالي: شريف إكرامي، أيمن أشرف، هشام محمد، صابر رحيل، باسم علي، صلاح محسن، أحمد ياسر ريان، محمد شريف، وأحمد رمضان بيكهام، رمضان مصطفى، مصطفى عزت، إسلام محارب، عمرو السولية، علي لطفي، محمود الجزار، أكرم توفيق، أحمد حمدي، محمد فخري، وكريم يحيى، وعمرو السعداوي. دول قائمة النادي الأهلي، هكررها تاني على حضراتكم: شريف إكرامي، أيمن صابر رحيل، باسم علي، وصلاح محسن، أحمد ياسر ريان، محمد شريف، أحمد رمضان بيكهام، رمضان مصطفى، مصطفى عزت، إسلام محارب، السولية، علي لطفي، محمود الجزار، أكرم توفيق، أحمد حمدي، محمد فخري، وكريم يحيى، وعمرو السعداوي. دي كانت قائمة النادي الأهلي لقاء الغد. طبعا يعني الفريق هيخش معسكر، وإن شاء الله غدا بإذن الله هتكون المباراة. أنا هطلع فاصل وارجع من الفاصل هتناقش مع تشكيلة النادي الأهلي من وجهة نظر نجومنا الكبار. وأوعى تروحوا بعيد عشان النادي الأهلي حاجة. جديد مشاهدينا، واخد من ضيوفي تشكيل النادي الاهلي من وجهه نظرهم. كابتن ماهر همام، سؤال او فزوره اليوم: كيف هيلعب النادي الاهلي غدا؟ بص محمد، قبل ما نتكلم على التشكيل عايزين برضك ندي الناس حقها بالنسبه لحسام البدري بصراحه وتوليته الولايه الثالثه، ابن من ابناء النادي الاهلي المخلصين المحترمين اللي فعلا يعني لبى النداء وجه، قدر ان هو خلال السنه ونص اللي تولى فيهم حققت يمكن من ضمن الانجازات اللي تحسب له اكتر مدرب من ابناء النادي الاهلي تحقيقا الانتصارات للنادي الاهلي في خلال هذه الفتره. ده حقيقي بصراحه يعني حسام ارقام قياسيه، بالظبط ارقام قياسيه من ناحيه البطوله الافريقيه، من ناحيه بطوله الدوري العام، اكتر انديه حصولا على اللقب، بالظبط اكتر فوز، كسر فوز الزمالك، تحقيق القاب فعلا ما اتحققتش قبل كده بمدرب مصري. فانا من خلال برنامجك طبعا وجميع الاهلاويه وجمهور النادي الاهلي بيقول له حسام البدري متشكرين على الفتره اللي انت قضيتها باخلاص واجتهاد ويعني بذلت فيها مجهود كبير جدا. وعايز اقول لك سبحان الله، هي كره القدم كده، انت وصلت بالقمه للنادي الاهلي، لكن الظروف اللي احنا اتكلمنا عليها ان عمر الدوري خلال السنتين اللي فاتوا حصل نوع من الاجهاد وقع على نجوم النادي الاهلي، اذا كانوا اللعيبه المحترفين او اللعيبه اللي بيمثلوا منتخب مصر، من ضمنها الاصابات اللي اثرت بشكل كبير جدا. عنده كابتن يعني اخر ماتش كامبالا، عنده اجايه، ازارو، معلول، لسه طبعا غياب عبد الله السعيد، تتكلم في يعني الناس دي، احمد فتحي، بالظبط لسه دي المنتخبات كلهم، بالظبط يعني نجيب على المنتخب. على سعد سمير، على معلول، يعني انا مشفق بصراحه على حسام البدري في نهايه ولايته مع النادي الاهلي، لكن بنقول له انك انت فعلا كافحت بشكل كبير جدا، قدرت انك انت تعمل صف تاني ان شاء الله يقود النادي الاهلي في خلال هذه الفتره السابقه. كنت بتتكلم مع فوزي كمان على المدرب الاجنبي، زي ما قلت لك احنا محتاجين مدرب اجنبي هيد كوتش محمد يكمل المشوار. يعني حسام وضب البيت بشكل كبير جدا، مرحله انتقاليه للمدير الفني الاجنبي، محتاجين مدير فني على اعلى مستوى هيد كوتش، يعني بمعنى انك انت عندك خير 29 لعيب محتاج لهم مدرب على اعلى مستوى. عندنا مدارس كثيره جدا، نجحنا مع المدرسه البرتغاليه بوجود مانويل جوزيه، نجحنا مع المدرسه المجريه مع مستر ودكوتي الالمانيه مع مستر فايسا ويمكن هولمان وتوبل. يعني عايز اقول لك يمكن احنا ميالين بشكل كبير جدا، يمكن انا كان لي الشرف ان اشتغل مع المدرسه الالمانيه لمده 6 سنين مع هولمان وتوبل. عايز اقول لك يا محمد ان الفتره ديت بيبقى النادي الاهلي بيوصل للعامل البدني لدرجه كبيره جدا، يمكن 100%، وبعدين العامل التكتيكي كمان بنسبه 100%. يمكن النادي الاهلي مع الاثنين دول لعب 3-6 سنوات ما حصلش فيها اصابه،
من خلال هذه خدت الدوري 7 سنين وخدنا الدوري 7 سنين. يعني عايز اقول لك ان احنا ساعات ميالين للمدرسه الالمانيه، لكن ده طبعا اختيار بيرجع للجنه الكوره، هم يمكن عندهم استفهات، هم شايفين ايه المدرسه المناسبه. بس حضرتك بتوضح المدرسه دي. انا بس عايز اقول لمشاهدينا برضو عشان زمايلنا جايبين لي احصائيات صراحه في منتهى الجمال على كابتن حسام بدري، وبرضو هاخدها مع كابتن فوزي سكوتي. كابتن حسام بدري لعب 95 مباراه مع النادي الاهلي، نسبة فوز 68 مباراة من 95، تعادل في 20 ولم يوفق وهزم بس في 7 مباريات، سجل 188 مع النادي الأهلي في إدارته الفنية واستقبل مرمى 52 هدف. أعتقد نسبة باينة جدا، التفاوت الرهيب والفوارق الهجومية اللي هو موجود فيها وحصل مع النادي الأهلي. بقى خلينا نتكلم في الفترة الماضية، خد دوري مرتين، بطولة كأس مصر مرة وكأس سوبر، ومن قبل خد دوري أبطال أفريقيا والدوري مع النادي الأهلي. كابتن فوزي أعتقد الإحصائية يعني قوية للغاية بالنسبة لأي مدرب. اه طبعا ده يعني احنا زي ما تكمله الكابتن ماهر، يعني بنحيي حسام البدري على المجهود اللي عمله طوال الموسم. ده اي حد من ابناء النادي الاهلي بيقدر ان هو بيبقى في هذا الموقع، انه بيبذل اقصى طاقه عنده لاسعاد الجماهير واسعاد النادي الاهلي، جماهير النادي الاهلي بالذات. فكابتن حسام البدري فعلا لما انت بتيجي تقول الاحصائيات، لما يلعب 95 مباراه وفاز في 20 وتعادل في 20 وهزيمه في 7 وسجل 188 هدف واستقبل 52 هدف، دي نسبة كبيرة جدا على فكرة، دي نسبة كويسة جدا. صعب على أي مدرب أي مدرب حتى حتى المدربين الأجانب، أحسن مدربين أجانب لما بيجي يحسبها كده بيحسب هو فاز كم ماتش واتغلب كم ماتش وتعادل كم ماتش. الأرقام ما بتكذبش يا فندم. لا ودخل فيها أهداف قد إيه؟ مهمة جدا. الفلسفة بتبان يا فندم من الأرقام. أه طبعا. ما هي كلها دي حياتنا ماشية بالأرقام، أنت بتيجي تحسبها. تيجي تحسب مثلا انا عايز اكسب فرقه كذا، هلعب كام ماتش في الدوري، هفوز كام ماتش، هادي اللعيبه اللي عندي هتقدر تادي كل يا كابتن ماهر الماتشات كلها ازاي، كم اللعيبه اللي هتغلف في اول الماتش وفي بدايه الماتش وفي اخر الماتش، كل الكلام ده المدرب بيقعد. فحساب البدري يعني ربنا يكرمه ويوفقه. السنه دي يا فندم النادي الاهلي كسر رقم الترسانه 54 سنه كان موجود واحرز 73 هدف النادي الاهلي، الاهداف اللي حضراتكم بتشوفوها. الرقم كان مسجل بالترسانه 71 هدف، كان موسم 63 64 احنا بنكسره في 2017 2018. ايضا وليد ازارو اللي حضراتكم كنتوا شايفينه بيحرز اهداف، هو بطل يعني او هداف الدوري برصيد 18 هدف واول محترف يصل الى هذا المعدل في التاريخ، يعني ما حدش وصل، ما فيش محترف وصل لهذا المعدل في التاريخ. ف حاجه من الحاجات اللي كل كان بيهاجم كابتن حسام بدري على وليد ازارو. ايضا النادي الاهلي كسر مع كابتن حسام بدري عدد مرات الفوز، 27 فوز هذا الموسم، كان الرقم السابق 26 فوز باسم نادي الزمالك، 74 قصدي عفوا باسم النادي 74 75 75، والزمالك عادل هذا الرقم في 2014 2015، لكن النادي الاهلي كسر هذا الرقم. وعلى الرغم ان هذا الدوري اللي احرز فيه نادي الزمالك هذا الرقم كان فيه 20 فريق، النادي الاهلي كسره وهو 18 فريق. في حاله فوز النادي الاهلي غدا ان شاء الله باذن الله هيصل لنقطه 88 وهيكسر الرقم القياسي ايضا لحقه نادي الزمالك في الموسم 2014 2015، وكان وقتها ايضا الدوري 20 فريق. فارقام مهمه جدا وصعبه جدا على اي مدير فني ان هو يصل اليها. واعتقد ان يعني يجب علينا كلنا الشكر زي ما نقولنا الكبار. رساله مهمه جدا للكابتن حسام البدري على الفتره اللي قضاها واحد من ابناء النادي الاهلي المخلصين، ودي امام حضراتكم لو تتذكروا هذا اللقاء، لقاء المصري والاهلي في هذا الدور وفي هذا الموسم. كابتن ماهر بوجهه نظر حضرتك واحنا داخلين على هذا اللقاء كابتن احمد ايوب، كيف يكون العامل النفسي مؤثر مع لعيبه النادي الاهلي، خاصه ان اغلبهم من اللعيبه الشباب، لعيبه ما بتشاركش كتير، وفي ماتش نادي الاهلي غدا يعني دائما وابدا يلعب فيه على الفوز امام الدوري المصري. بص يا محمد، هو العامل النفسي، يعني احمد ايوب اشتغل عامل نفسي اكتر، لان انت العامل البدني خلاص انتهى، ده نهايه موسم يعني انتهى بقى العامل الفني. اعتقد
عامل نفس الشغل بتاعه بالظبط. يعني هو هيكمل مشوار حسام احمد ايوب، لكن انا عايز اقول لك ان عامل النفسي مهم جدا، لان احنا بقى لنا يمكن 3 4 مباريات مش هو النادي الاهلي، والناس حاسه، والنادي الاهلي حاسس ان النادي الاهلي مش في حالته الطبيعيه. فانا عايز اقول لك ان عامل النفسي مهم جدا. يا كابتن بعد سنتين باخد فيهم كل حاجه، وهذا الموسم انا بطل الدوري وبحقق انجازات واخد السوبر، هل ده طبيعي في كره القدم؟ انا شايف انه طبيعي. يعني بيمر كل 10 سنوات مرت بينا الظروف دي. يعني احنا مرت بينا ظروف قبل كده، يمكن خلال 10 سنين اللي فاتوا، ويمكن 10 سنين اللي قبليهم. يعني كل 10 سنين بيمر الظرف الطارئ ده بطل دوري بالظبط، ويضرب يعني صفوف النادي الاهلي. بيبقى عندك المشكله دي وما بتاخدش بطولات، لكن النادي الاهلي واخد بطوله وحقق فيها انجازات بالظبط. فانا عايز اقول لك ان يعني دي سمه البطل، انك انت معرض ان الكيرف ينزل بيك، والكيرف ينزل بيك بهذا الشكل نتيجه زي ما احنا الاجهاد الواضح من خلال الموسم او موسمين طوال جدا. اللاعبين الاساسيين اللي موجودين، القوام الاساسي 7-8 اللي احنا اتكلمنا عليهم، ان هم يمكن اتصابوا بشكل فاجئ في نهايه 4-5 مباريات، اثروا بشكل كبير جدا. محمد عايز اقول لك، لو كريستيانو لما بيخرج عن فرقته ريال مدريد ما بيشوفش ريال مدريد، نفس الكلام بالنسبه لميسي. صلاح يعني لما بيطلع من ليفربول، صلاح لما بيطلع من ليفربول ما بتبقاش ليفربول. حتى كمان يمكن منتخبنا كمان قالوا ان منتخب محمد صلاح. فعايز اقول لك النهارده احنا بنتكلم في اكتر من 6-7-8 لعيبه اساسيين، منهم محترفين ومنهم لعيبه اساسيين في المنتخب. مستوى المدرب الفني عامل ازاي؟ يعني لما يغيب عني ما اجاييه ومعلول وازارو وكمان رحيل عبد الله، لا مستوى اكيد كبير. اكيد. وبعدين عايز اقول لك كمان، مش في مصلحه حتى نجومنا، احنا بنتكلم دلوقتي على تشكيله النادي الاهلي اللي هيبدأ بكره، مش مصلحه الولاد دول ان يبقى النجوم مش موجودين معاهم، لان انت بدك وجود النجوم مع هؤلاء اللاعبين بيساعدوهم بقى بالخبره وبالثقه وبالكلام وحلول، واخد بالك، والحلول اللي تقدر تساعد حتى اللاعب. انت النهارده اللعيبه اللي هتضيفها بكره، دول اللي هيبداوا بكره محتاجين عناصر من خبره محمد اللي تساعدهم في ادائهم. يعني انت النهارده في احمد حمدي الوافد الجديد، لعيب على اعلى مستوى، محتاج النهارده عبد الله سعيد كان يبقى موجود جنبه، وليد يبقى موجود جنبه يوجهه، حسام عاشور يبقى في خلفه، حسام غالي قبل ما يعتزل. يعني عايز اقول لك ان حتى مش مصلحه اللعيبه اللي هتبدا بكره ان هي النجوم مش موجودين، اكيد بكره هيبقى بالنسبه لهم يعني يوم في طوبه، لان هو عايز يأدي وعايز يظهر للناس وعايز يقول للجهاز الفني وعايز يقول للجمهور ان انا فعلا كنت صفقه رابحه وان انا لعيب مؤدي. فنتمنى طبعا ان شاء الله للتشكيله لاحمد ايوب بكره انهم ربنا يوفقهم وينهوا اخر مشهد للناس، حتى كمان عشان جمهور نادي الاهلي يطمن. طب انا زي ما بيقول لك كابتن ان في كليبايه تاريخ مواجهات الاهلي والنصر، عايز دلوقتي نشوفها. فادي ادي بقى ايه مع نجومنا الكبار بقى، يعني اكيد هتتذكروا كده اللي جايب لنا بس على الشاشه الكبيره عشان نشوفها. الشاشه اهي اشتغلت. ده طبعا عادل عبد المنعم الله يرحمه، ده هدف اكيد. افتكر مجدي طلبه كان نعم، ده كابتن اسامه عرابي. طبعا ترقيص جميله، كلنا بنشوف الحاجات دي، بس هو كابتن اسامه كان حريف طبعا. وبعدين في المصري كمان الجمهور عامل ازاي اسامه عرابي من اللعيبه اللي هي في الملعب مجهود جامد جدا، خلي بالك جوكر، يعني اكتر لعيب يمكن زي حسام عاشور كده لعب في الملعب، ده حقيقي فعلا. اكتر لعيب فعلا الصراحه كبيره جدا. ده خارج جدله طبعا، هدف في عادل عبد المنعم الله يرحمه، زكريا ناصف من المهاجمين طبعا ما تكرروش، علاء ميهوب رقم 14 من الحاجات اللي في نص الملعب ما تتكررش. على فكره احنا كنا محظوظين على المصري يا كابتن جدا، محظوظين على المصري على فكره، يعني حتى في الجيل الحالي في كاس مصر السنه اللي فاتت في اخر، لما كان المصري فايز وسجلنا هدفين في اخر دقيقتين، يعني ده خارج جد الله رقم 4. بس برضه حضرتك بتبقى الافضل طول المباراه، حد برادي مجد عبد الغني حلول، يعني انت الحسام اللي كابتن ماهر وحضرتك بتقولها، يعني الحسام جامده جدا، الاجوان كلها 1 2 في حتت ضيقه وجوان جميله كلها، كابتن مصطفى عرابي ياخد الحارس ويحطها جول، يعني حاجه يعني من الحاجات اختراقات كورسات عرضيه مصطفى عبده اهو، يعني ايه الجمال ده. متابعه فرستايل علاء ميهوب، كابتن علاء ميهوب. علاء ميهوب محمد خد بالك من ضمن اللعيبه اللي في نص الملعب المهاجمين، كان سابق عصره، اللي سابق عصره مباريات اللي فيها جوال، خد بالك اللي جايه من تحت جايه متابعه، تلاقي علاء ميهوب. علاء بصراحه من اللعيبه اللي مش هتتكرر بشكل كبير جدا في نص الملعب، ده طبعا فيرست تايم من
افتكر ده عامر ولا محمد عامر. وبعدين متابعه جميله من علاء مايوب. بص علاء رايح فين يعني، من ضمن الحاجات المفروض ده مكان راس الحرب. كابتن صالح، كابتن صالح سليم الله يرحمه. الحاجات دي مشاهدين بيتابعوها طبعا. بشكر زمايلنا مره تانية النهارده يعني ممتعنا الصراحه. بص مخرجنا بيجيب لنا علاء مايوب كل الحاجات اللي بنبني عليها. مصطفى عبده كروس العرضي نفس الكروس يا كابتن. طبعا طبعا. وبعدين الكروس اللي جاب له الهدف الاول. عايز اقول لك ان محمد عامر الجندي المجهول طبعا، المجهود الوافر طبعا في نص الملعب. عايز اقول لك يا محمد ان التكتيك ده خد بالك هتلاقي برضك الجيل ده بيلعبه. يعني احنا بنورث بعض في موضوع التكتيك الاختراقات. دايما النادي الاهلي بيخترق من الاجنبي. بالظبط. احسن حاجه انك تسجل اهداف بيها الاجنبي. وبعدين غير الاختراق يا فوزي كمان، بص العدد يا محمد اللي موجود، الكثافه العدديه بلعيبه النادي الاهلي، 1 2 3 موجودين في وسط 6 للنادي المصري. لا وكابتن عامر حطها بسجلها محمد جول. عامر بشكل جيد، حطها بشكل حلو جدا. الضغط على المصري، بص مصطفى عبده، مصطفى عبده طبعا، مصطفى العربيه، سلام زكريا ناصف، يا سلام على حطها بقى بالبنت علاء مايوب برضه. علاء مايوب برضه بيدينا حاجه يعني مش اي لعيب يعرف يحط خامس زي ده. يعني علاء مايوب عامل الجول اللي قبل كده، واخد بالك يا محمد؟ وبعدين بيجيب الجول، وجايب الجول الاولاني وجايب الجول الاخراني. طبعا جمهور في علاء مايوب الماتش بتاع كاس الكاس لما حاج سيد متولى كاس مصر وهي خلاص هي ده انت واحد. ده خلاص يعني كان بيربط الطريق خلاص ان هو هيكسب حاجات دي. ده جماهير مصر محمد 1 2 3 4 موجودين احمر جوه 18 خصم نادي المصري. حتى كورسات العاديه الكابتن مصطفى عبده ربنا يديله الصحه، ربيع سين من الاطراف بردك، ربيع من ضمن الظهري الطرف اللي مش هيتكرروا في تاريخ الكره المصريه. دي بقى حاجه بقى. خالد عبد الله، خالد عبد الله فريستايل، خالد بند كان مشهور بيه. طبعا اكرامي كبديل في المباراه ديت، موجود مجدي عبد الغني. يعني عايز اقول لك ان الجمهور برضه كابتن كان حاجه ثانيه. بص راجل الشرطه، انا قلت لك الجمهور ده حتى الشرطه اللي بتحرس المباراه الامن موجود اهلاوي. بص الشرطه، راجل ضابط الشرطه داخل بيحيي طبعا خالد عبد الله. يعني حاجات محمد جميله. بص سرو باص، بص 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 محمد كام واحد. بص دي اخر دقيقه بقى، اخر دقيقه ده ماتش حلو. برافو عليك، برافو عليك. دي اخر دقيقه المصري اللي كسبان. ده كان كابتن شريف عبد المنعم. شريف عبد المنعم ايوه. انا فاكر الماتش ده. انت شفت كام واحد؟ بص كام واحد، بص كام واحد قدام محمد. الدنيا اتقلبت. 1 2 3 4 الدنيا اتقلبت. وكان قبلها كان كابتن شوبير صادد انفراد من كابتن طارق فايز. بالظبط. وانفراد كامل كامل كمان طارق سليمان ضيعه. بالظبط. فسبحان الله. يعني ربنا عايز يدينا كاس. وعلاء مايهوب برضه، بص علاء مايهوب من اخطر اللعيبه يا محمد اللي جت في تاريخ النادي الاهلي. ده حقيقي تاريخ مصر يعني. هو كان لعيب يعني اللعيبه اللي في سبق اسرعها. لا علاء جميل. ما تكررش مع الكره الحديثه تلاقي علاء. انت عارف يا كابتن ماهر في ميزه برضه الجيل ده. هو علاء نفس ماتش الكاس. علاء نفس ماتش الكاس. علاء نفس ماتش الكاس حطها برضه يعني حتى غريبه قوي برضه يعني انها تخش كده بالشمال كمان وهو متطرف. صعب. بص مهاره فرديه فات طبعا من اخر واحد. كابتن ماهر بعد راح لعادل. اصرار والروح الموجوده ان اللعيبه. علاء من اللعيبه حتى الماتش المصري شوف اخر ده جريندو الاصلي ده كابتن ماهر صح؟ نعم ده جريندو الاصلي اللي موجود في المصري دلوقتي. لعيب اسمه جريندو هو على اسم جريندو ده القديم. جريندو ده كان اعتقد سوداني او كان افريقي، ما كانش مصري. فيعني عايز اقول لك ان ذكريات الماتشات دي جميله. الاهلي والماضي والمصري طبعا. المصري طبعا تاريخ مسعد نور الله يرحمه، السانجا، علاء مرسي، يعني كانوا لعيبه، حامد الزهار، لعيبه على اعلى مستوى كمان. المصري كان بيضم اينو الله يرحمه، اينو جمال الجد الله يرحمه، جمال جودة ابننا. جمال جودة يعتبر من اللعيبه برضك المميزين. كابتن ايمن شوقي جميل يعني صائد الاهداف الفتره دي. هو كان مميز جدا بالراس بصراحه. يعني من ضمن الفراوده اللي كانت خفيفه جدا على الجول، وكان بيجيد العاب الهواء بشكل كبير، وكان عنده الحاجات المتابعه اللي على المرمى اللي بتقع من ايده الجول يقدر يجيب منها. طبعا طاهر ابو زيد طاهر يعني هداف من هدافين النادي الاهلي. رجله الشمال يعني مارادونا النيل. مارادونا النيل مش هيتكرر برضك. طاهر من ضمن اللعيبه الموهوبه الجميله يا محمد بشكل كبير. يعني كان برضو ايامنا كنا بنلعب قبل الماتشات الفرق الكبيره، كان من الساعه 10 تلاقي الجمهور قاعد، وكان طاهر اصغر منا، الناس عارفاه بالاسم. هو كان صغير وهو صغير لسه تحت 14 سنه برضو. يعني شوف
كان ميزه برضو اللعيبه دي كلها بتلعب. حسام حسن ده حسام حسن. حسام حسن كان تطور برضو حسام صغير. حسام لسه بقى ده ابراهيم حسن. حسام تسعه. حسام هاني رمزي وبدر رجب. السنه دي اللي بعديها هاني رمزي اعتقد سافر. سافر برضه. حسام حسن يعني فرود من فرود. يعني بص كل الجمل دي يا محمد متكرره الايام دي السنوات دي مع الفرقه اللي موجوده طبعا. بص حاجات ازارو اهي. جده اللي بتضرب في العارضه وبعدين بتلجع متابعه جميله من جده. ما خدش حظه في الاهلي مش عارف اللي مره 18 المتابعه برضه خدت جنب بطوله افريقيا وجنب انا مش قصدي يعني كان يطول اكتر من كده. رمضان صبحي فعايز اقول لك كلها حاجات متكرره في المونديال نتمنى يظهر. حاجات كلها متكرره اهي. ادي بقى جمل تكتيكيه وبعدين مروان الدور الاول السيزون اللي فات مروان محسن اختراق بشكل كبير ووليد برده بيدي سروهات وبعدين طبعا عبد الله السعيد ومروان فرود ان شاء الله كابتن هيبقى له دور مع ان شاء الله يعني نتمنى له التوفيق ان شاء الله. يعني من ضمن الحاجات يا محمد اللي انا بقول لك اللي كان بيعاني منها كابتن حسام بدري في بدايه الموسم كابتن ماهر كانش عنده الفرود الصريح. يعني اخر واحد كان عماد متعب. نعم هو اللي كان هو اللي موجود. فوق مروان خلى ازارو لما جه ازارو استحمل ازارو وبعد كده لا استاذ السنه دي كابتن ما كانش ازارو جه كان معاه مروان وكان معاه اجاي. انا بتكلم على السنه دي حتى كمان يعني السنه دي كان بيدور على ان عايز فراوده لانه حتى المنتخب ما فيش فراوده. نعم احنا بنقول ما فيش منتخب فيه فراوده. النادي الاهلي فراوده الاهلي فراوده الزمالك فين؟ ما دام ما فيش في فراوده الاسماعيلي يبقى ما فيش في المنتخب. ما طول عمر الاهلي كويس منتخب مصر طول عمرنا كده بالظبط. هي 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 بس دلوقتي مروان موجود فيبقى مروان بالذات في الهداف بالذات في الهداف كل الهدافين وادي سعد برده من المدافعين الهدافين اللي سعد بيسجل على طول وبيعمل حتى اعلانات حلوه يعني دمه خفيف فيها الصراحه. دمه خفيف هو سعد ربنا يكرمه ان شاء الله. وليد سليمان وده عبد الله اللي اخذ عبد الله يعني برده حاجه جميله جدا. كابتن فوزي من وجهه نظرك تشكيل نادي الاهلي هيبقى ازاي؟ يعني انا اعتقد على القايمه اللي موجوده يعني شريف اكرامي وهيبقى صبري رايحين ناحيه الشمال وايمن اشرف ومحمود الجزار هيبقوا سرد باكين وباسم علي ممكن هيبدا ناحيه اليمين. باسم علي من اللعيبه كويسه قوي على فكره هو حظه بس في الاصابات ويعني يمكن ما خدش ماتشات كتيره واصاباته لكن لعيب كويس وسريع جدا وبيأدي احرز اهداف السنه دي احرز امام الرجاء يعني عمل ماتشات حلوه جدا بس مره واحده تختفي يعني مره واحده الاقيه متواجد ومره واحده يختفي. هذا الموسم يا كابتن كل الخطوط احرزت اهداف ما عدا حارس المرمى يعني الباك اليمين جاب اجوان باسم ومحمد باسم هاني واحمد فتحي وايمن اشرف ايمن اشرف جاب وطبعا الناحيه الثانيه جاب حسين السيد احرز هدف الاتحاد كل وسط الملعب احرز السوليه وعبد الله طبعا وطبعا الثلاثه اللي تحت الفرود والفرود كله وليد سليمان وديك حشيء برضو يحسب الكابتن حسام بدري ده غير الاثنين مساكين يعني سعد سمير وايمن اشرف جاب بعد كده هيبقى السوليه وهشام محمد اعتقد في نص الملعب في اثنين قدام. طب هل تتوقع وجود اكرم توفيق؟ اكرم توفيق من اللعيبه كويسه جدا انا معجب بيه وعمل ماتشات كويسه يعني زبالة يعني في التمرين قالس اليوم اكرم خد اشاده وكان مميز للغايه. اكرم من اللعيبه كويسه جدا وعنده انا بشوف عنده باور كويس جدا يعني ممكن يبقى الثلاثي اكرم والسوليه وهشام. لا انا اعتقد ان هيبقى اصل حسام عاشور موجود لو بدا بيه موجودين من اللي يمكن العناصر الرئيسيه. نعم. مش هقول لك الاساسيه لا العناصر الرئيسيه بتوع ولعبوا ماتشات كتير فلازم يبقى في توازن شويه لان زي ما قال الكابتن ماهر فعلا انا ما اكون لعيب لسه صغير او مش لسه صغير لسه داخل في فريق النادي الاهلي وفريق البطولات لازم العب جنب لعيبه تقال هيسندوني يوقفوني على رجلي. ده على مدار التاريخ يا كابتن على مدار التاريخ ما ينفعش اجي اقول مثلا فوزي سكوتي انزل وشيل الفرقه دي لوحدك ما ينفعش بمساعده مين؟ يعني انا لما ربنا كرمني وجبت جونين في الاتحاد مين اللي ساعدني؟ كابتن مصطفى عبده عمل لي اوفر واخد بالك من نص الملعب كان خالد جد الله عملها لي. اللعيبه معاك اللي هي بتساعدك اللعيبه يعني الكبار اللعيبه الكبار الموجوده اللي بيخلق لك فرص يعني واخد بالك. فانت لما تيجي تحط الفرقه عندك لازم تحط برضو عناصر خبره عشان اساعد اللعيبه الصغيره دي اوقفها على رجليها تاخد الخبره مني. يعني زي ما احنا قلنا كنا بنتمنى حسام غالي يبقى متواجد عشان يشيل يدي الخبره خد قراره خلاص دي بتاعته طبعا يعني بنتمنى له التوفيق. في مين في الامام يا كابتن؟ صلاح هيبقى السوليه وهشام محمد وقدامهم هيبقى اسلام محارب احمد حمدي
واعتقد ان صلاح محسن هو يبقى هو الفيرورد الموجود وجنبه او تحتيه هيبقى احمد ياسر ريان يكمل من ناحيه اليمين او العكس أو ممكن يبقى العكس او ممكن العكس ان صلاح بس انا صلاح محسن عجبني جدا لما شفناه في الماتش حتى يعني عنده بيلعب فيرورد كويس جدا بيعرف يستقبل الكوره بيعرف يشوط في الجون ورجله واخده على الجون لانه هداف مميز يعني احنا جايبينه عشان هداف لا. فتمنى ان هو يلعب في راس حربة. التكملة للكابتن ماهر بقى ان الموسم اللي فات الاصابات والاجهاد والنجوم الشيت بعد لعيبه المنتخب اللي كانوا برضو بيروحوا لعيبه المنتخب. طب عايز اسال حضرتك سؤال، هل تعادلات النادي المصري، النادي المصري تعادل امام الاسماعيلي بهدف مقابل هدف، تعادل من قبل امام ام بي بهدف مقابل هدف، وتعادل حتى امام الهلال السوداني في الكونفدراليه بهدف او مقابل هدف، هل ده ياثر على نتيجه اللقاء؟ لا نتيجه اللقاء ملاش دعوه، لان يعني انا او اداؤه يعني في اللقاء يعني هذا حسام حسن وابراهيم حسن الصراحه عاملين شغل جامد جدا، هم اولاد النادي برضو زي ما فيش يعني مش هنقدر نختلف على الكلام ده، ويا مدوا وعندهم الانطباع بتاع النادي الاهلي اللي هم بيحبوا يفوزوا ما بيحبوش يخسروا، فهي الماتشات بتاعته بالنسبه له ماتشات الاهلي عامله زي ماتشات اهلي وزمالك بيبقى ليها حساسيه خاصه، حتى لو نهايه الموسم ممكن الماتش ده مش محسوم ما فيش نتائج حتى مش هيتقدم مركز او يتاخر مركز. هل تتوقع ان هو يبتدي مهاجم يا كابتن؟ هيلعب ماتش زي ما بيلعب الماتشات العاديه بتاعته يعني هو وهيساعده على الكلام هو ده في السوبر كان بيلعب بيدافع وبيلعب على المرتدات، لو لعب بنفس اللعيبه بتاعته المجموعه الكبيره اللي هو هيلعب بيها ان هو هيحاول يهاجم النادي الاهلي يعني هيستغل ان الاهلي غير النجوم مثلا ان العناصر الرئيسيه بتاعت النادي الاهلي دي مش متواجده في الماتش، فاقول لك هضغط على النادي الاهلي ممكن اعمل نتيجه ايجابيه مع النادي الاهلي طبعا هيبقى تفكيره ادي يعني. لقاء الاسماعيلي او المصري والاسماعيلي تعادلوا فيه والنادي الاسماعيلي حصل فيه على المركز الثاني حسب ماتش 1-1 ماتش 1-1 وكان قبله مع ام بي وتعادل مع الهلال السوداني. كابتن ماهر هل يعني من وجهه نظرك حسام حسن غدا هيبتدي بقى بالقوه الضرب احمد جمعه واسلام عيسى وما اعرفش بقى تنسيق حالته ذهبت الى ايه، ولكن هو عنده عمرو موسى وعنده جريندو وعنده لعيبه واحمد شكري، هل هيبتدي بالقوه الضربه ويهاجم النادي الاهلي؟ بالظبط هو حسام، اولا بنحيي حسام وابراهيم وطارق سليمان بصراحه عملوا سنتين مع المصري بقى له شكل من ناحية المحلية والناحية الأفريقية بصراحة يعني بصراحة وهما اللعبة نقلت الروح دي عن طريق حسام، حسام من المدربين اللي تملت حفز لعبتها على المكسب الإصرار، مدرسة النادي الأهلي المكسب 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 الإصرار والتواجد و فدي صفة من حسام في إدارته لنادي المصر، عشان كده نادي المصر بيتمسك بحسام بشكل كبير جدا، وفعلا حسام عمل هويه لنادي المصر ورجع هيبه نادي المصر مره ثانيه، بدات الناس تحس بالنادي المصري من الفرق اللي بقى ليها تقل بقى ليها كيان في الدوري المحلي او البطولات الافريقيه. زي ما قلت كده محمد ان هو عنده كمان بيلعب بخطه ثابته، يعني عنده في حراسه المرمى احمد مسعود لا. عنده في خط الظهر عنده محمد حمدي ده ابننا من ولاد النادي الاهلي من الباكات المحترمه، واخد بالك السنه دي والسنه اللي فاتت عامل شغل كبير جدا ام بي تعادل 1-1 وعنده محمد كوفي واسلام صلاح في وسط في قلب الدفاع عاملين له برضك تقل وتوازن بشكل جيد، عنده محمد شطه وعنده في الباك رايت وعنده فريد شوقي في نص الملعب وعمرو موسى واسلام عيسى واحمد شكري عنده لعيبه برضك لعيبه كوره بتجمع بين وعندهم سرعات يعني اسلام عيسى وشكري سرعة جدا بالظبط يعني صفقات قدر حسام ان هو يعني طعم بيها الفرقه بشكل جيد جدا عامل التوازن بشكل شفنا جريندو طبعا واحمد جمعه راس الحربه اللي انضم مؤخرا لمنتخب مصر احمد جمعه من المهاجمين اللي هم بيجيدوا لعب في راس الحربه وبيجيبوا اهداف يعني دي من ضمن الحاجات اللي حسام يمكن مخرجنا بيجيب لنا بعض اللقطات وبانسي يعني حسب لو بانسي موجود بيعتمد عليه في الضغط واحمد جمعه بيعتمد عليه في الضغط وممكن حسام من ضمن السيستم اللي بيلعب بيه ان اول ربع ساعه بيضغط الفريق الخصم اللي قدامه حضرتك بهذا المعدل النادي المصري بيعتمد على الجري كتير المجهود البدني كتير السرعات النادي الاهلي عنده ايضا قائمة كلها أغلبها من الشباب هيبقى نفس القصة في سرعات وفي نشاط وحيوية، هل هنا اللي هيبقى عنده خبرة أو امتلاك زمام الأمور اللي هتصنع الفارق، ولا ممكن نقول مثلا إن لعيبة النادي المصري يمكن أعلى خبرة إلى حد كبير
مصري الفرقه العاديه اللي بتلعب في كل الماتشات. النادي الاهلي هو اللي عنده تبديلات كتير على التشكيل. شايف الموضوع هيبقى ازاي؟ هو اول مره محمد احنا نقابل النادي المصري ما عندناش الخبرات اللي احنا كنا بنقابله بيها. كان بيعمل لنا مليون حساب يعني. هو لما كان بيبقى وليد موجود واجايه ومؤمن وازار ومروان وسعد كان بيعمل حساب كبير كبير جدا للشكل والاداء والمجموعه اللي احنا اتكلمنا عليها. فعشان كده يمكن كل التجارب اللي كانت بيننا وبينه احنا كنا بنكسبه بالخبرات والتكتيك والسرعات واللياقه البدنيه واخد بالك والجمله التكتيكيه اللي كانت اللعيبه. كابتن حسام بدري يعني نتيجه مواجهاته مع النادي المصري كلها فوز ليه بالظبط. فالنهارده تعادل بس ماتش واحد كان النادي الاهلي السنه اللي فاتت بيلعب مع زيسكو الزامبي انا فاكر، ورجع يوم الحد لعب الماتش الاثنين مجبر ولعب بتشكيل تاني مختلف، وكان صالح جمعه حتى احرز الهدف التعادل في أيوة. في اخر دقائق انا فاكر الماتش ده كان كان يعني لم يهزم امام مصر. كابتن حسام النهارده من خلال التشكيله اللي احنا اتكلمنا عليها اللي احنا يمكن اجمعنا انا وفوزي وحضرتك بالنسبه لشريف كرامي وباسم علي والجزار وايمن اشرف وصابر رحيل والسوليه وهشام محمد او اكرم توفيق، وهيبقى الثلاثي في نص الملعب. سؤال كابتن، هل يفكر كابتن احمد ايوب في السوليه واكرم وهشام ثلاثي في نص الملعب؟ ممكن ويبقى امام مثلا اسلام محارب وصلاح محسن بالظبط وممكن حمدي. ممكن يفكر في كده ممكن يفكر في يغير طريقه اللعب حسب الحاله من 4 2 3 1. هو عنده يمكن عدد موجود في نص الملعب السوليه وهشام محمد واكرم توفيق، في اثنين بيجمعوا منهم في التوازن الدفاعي وفي اثنين بيميلوا للجانب الهجومي يقدروا يزودوا. السوليه بيقدر يزيد، هشام محمد بيقدر يزيد، محمد شريف لعيب كويس، احمد حمدي لعيب كويس، اسلام محارب، صلاح محسن، دي يمكن التركيبه اللي ممكن يعتمد عليها احمد ايوب. عايز اقول لك يا محمد هنا الدوافع بقى بتاعت النادي الاهلي يعني ممكن تتفوق على الثبات اللي موجود عليه حسام حسن والخبرات اللي موجود عليها المصري. الدوافع بتاعت النادي الاهلي ايه الدوافع يا كابتن عبد الله؟ الدوافع ان اللعيبه دي عايزه تثبت وجودها، عايزه تقول للناس ان انا كنت ممكن احق ان انا اقدر اخد فترات قبل كده فرصه واثنين وثلاثة واربعة. هل كمان ان هم يكونوا السبب في كسر الرقم القياسي بتاع بالزبط. نادي الزمالك في عدد بالظبط واكيد هتوصل لهم من ضمن الحاجات اللي احمد ايوب هيوصل لهم بالنسبه للارقام وبالنسبه للانجازات اللي هتتحسب لهم. ان النهارده احنا لو كسبنا هيبقى 88 مباراه بالنسبه لنا مكسب 88 بونت اسف تحسب ليكم. فدي من ضمن الحاجات اللي هيلعب عليها احمد ايوب. تاكد ان احمد النهارده هيشتغل نفسيا بس زي ما قلت لك، كل الجوانب الثانيه خلاص موجوده واتعملت واشتغلت وخلصت، لكن العامل النفسي مهم قوي. حضرتك شايف العامل النفسي هيكون له دور مهم جدا؟ طبعا العامل النفسي ده اساس في اي حاجه على فكره في اي ماتش. يعني كابتن حسام البدري قبل ما يمشي كان برضو نفس الكلام، العامل النفسي ده اساس بيقعد يتكلم مع اللعيبه لان هو ده اللي بيرفع الروح المعنويه عندهم. يعني الحته بتاعت اللي بقول لك يا محمد الجماهير، عدم وجود الجماهير دي كانت بترفع الروح المعنويه، كان المدرب بيعتمد عليها عنصر رئيسي على فكره. مش هقول لك عنصر كده، ده عنصر رئيسي في فوز النادي الاهلي في البطولات السابقه كلها من ايام كابتن صالح سليم لغايه دلوقتي، لغايه كابتن محمود الخطيب لغايه دلوقتي. كل الجماهير عنصر اساسي في فوز النادي الاهلي، بتدي له دافع، بتدي له حافز، بتدي له انك انت لو طلعت بالماتش ده مش مادي او مش كسبان مش هتمشي في الشارع، مش هتعرف تنام زي الكابتن ماهر كان لما لسه كان بيقول لي ده احنا لما كنا بيحصل لنا مثلا دروب ولا حاجه ما بننامش، وعارفين تاني يوم يقول لك التمرين نار. التمرين يعني ايه نار؟ هيمسكنا المدرب خلص علينا هيمسح بينا الملعب يعني فعلا. وبيحصل كده، بنبقى عارفين التمرين قوي جدا ولسه لاعبين ماتش مالوش دعوه، انت ما اديتش اللي عليك. فانا اتمنى من اللعيبه زي ما قال الكابتن ماهر، اللعيبه اللي موجوده دي كابتن ماهر فعلا هل احق ان هي تلبس الفانيلا الحمراء؟ مالهاش دعوه بقى الماتش اخر دوري ولا ما في عناصر رئيسيه ومش عناصر رئيسيه، ده انت فرصه ربنا بعتها لك اهو، اثبت نفسك فيها، اثبت وجودك فيها. ده لقاء الدور الاول، كان النادي الاهلي تفوق بهدفين مقابل لا شيء. زي ما قلت لحضراتكم النتائج مع الكابتن حسام البدري في اخر سنوات او الموسم الماضي، وفوز في الدور الاول، تعادل في الدور الثاني، هذا الموسم فوز في الدور الاول وفوز في السوبر. على فكره يا محمد كمان يعني زي ما قال الكابتن ماهر، في اللعيبه دي معذوره لان برضو التشكيل، لو احنا قلنا التشكيل اللي احنا بنقول عليه او بنقول، لان كابتن احمد ايوب طبعا هيبقى هو بيشوف اللعيبه الجاهزه بالنسبه له في التدريبات اللي مؤمن فاتت اللي عملها، ومؤمن طبعا في الاعاره. نتمنى عودته للنادي الاهلي سريعا، واحد من اللعيبه الجامده جدا جدا في ماتشات الزمالك بالذات. يعني النادي الاهلي فعلا ده في فرقتين مش موجودين، اللعيبه الجميله الهدافه مؤمن زكريا ربنا يكرمه ويوفقه. فبقول لك اللعيبه دي هتبقى برضو اول يعني بيلعبوا 90 دقيقه، بيلعبوا في مجموعه
غير المجموعه العناصر الرئيسيه اللي موجوده يا كابتن ماهر واخد بالك. فنتمنى لهم التوفيق لان هي فرصه ليه. انت عايز تثبت انك انت زي ما قلت يا محمد عايز تثبت انك انت راجل احق بالفانيلا الحمراء راجل بتوري. على فكره لما يجي المدرب الاجنبي سواء مين اللي هيجي هيبقى هيتفرج على الشرايط فهيشوف كل اللعيبه قصاده. ففرصه انت عايز يعني مالكش دعوه بقى بالنتيجه مالكش دعوه بالماتش انت بتلعب دلوقتي بتقول انا عايز انا اهو انا اتظلمت او انا مثلا احق بارتداء الفانيلا الحمراء النادي الاهلي بالجماهير النادي الاهلي يبقى انت الماتشات دي ماتش بكره ماتش مهم ماتش مع فرقه كويسه زي المصري عامله نتائج كويسه. الهدف الاول وليد ازارو وليد ازارو طبعا يعني النادي الاهلي افتقد فعلا الفتره دي عشان كده كابتن حسام بدري معذور انه اجايه وازارو القوتين الدفعتين زي ما انت قلتوا 18 هدف رونالدو ما بيلعبش محمد صلاح ما بيلعبش غير يعني غير اللي ما بيلعبش مشكله وهو كمان يا فوزي محمد خد بالك اتساعد واحنا يمكن يا محمد من كذا استوديو تحليل اتكلمنا فيها ان ازارو هيتساعد بوجود عبد الله السعيد بوجود اجايه بوجود وليد بوجود مؤمن. فانت خد بالك اللعيبه اللي عندها خبرات بتساعد اللعيب اللي لسه جاي ها ان تديله الثقه يقدر يعمل له باص صح يقدر احمد فتحي وبعدين عاشور وبعدين معلول. خلي بالك يا كابتن لما تلاحظ كده احنا غيرنا الفرقه بتاع النادي لما اللعيبه طلعت اعاره اللعيبه اللي دي كانت موجوده في الفرقه وكان في ناس قاعده بره انت دلوقتي غيرت كل اللعيبه يا كابتن ماهر اللي كانت بتقعد بره بقت موجوده دلوقتي كله لعب كله بيلعب هي اللي موجوده فانت عارف عملت فرقه ثانيه كله بيلعب ويعني برده خدت الدوري يعني جت ظروف بقى الاصابات وجت ظروف الاجهاد الجامد اللي كان اللود جامد عليهم وده اخر مشهد يا فوزي يا محمد خد بالك اخر مباراه اخر مشهد اللي هو هيفضل في ذهن جمهور النادي الاهلي انك انت بتنهي بيه نهايه الموسم وفي نفس الوقت اخر مشهد ده هيبقى اول مشهد لراجل الخواجه اللي جاي لان هيبقى من ضمن الحاجات اللي هيتفرج عليها المدير الفني المباراه اللي بشكل ده مهمه جدا بالنسبه للعيبه بالظبط ولازم اللعيبه تعرف الراجل عايز يتفرج هيشوف اللعيبه دي اخبارها ايه وادائها ايه فده المهم جدا مباراه بكره هيبقى ليها محمد الشناوي كمان يعني واحد من كذا هدف من ضمن اهداف النادي الاهلي برضه يحسب كابتن حسام بدري اداء الشناوي يعني طبعا 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 واختياره حراسه المرمى دلوقتي بقى ما شاء الله رقم واحد في وعلي لطفي كمان يعني علي لطفي برضك من ضمن الناس اللي احنا شفناها الفتره اللي فاتت ديت وحسام اداله ثقه بشكل كبير حتى شريف كرامي كمان هل بدا هل شريف يا كابتن وهو اقدم اللاعبين هل له دور قام على لعيب اغلبها من الشباب و ماتش كبير زي ماتش النادي المصري هل هيبقى له دور في القياده اكيد الملعب. طبعا اخر واحد شريف عنده الخبرات اللي هو اكتسبها خلال الفترات السابقه يمكن انا فاكر بعد رحيل مارتن يول حسام البدري هو الوحيد اللي اداله ثقه ورجعه بشكل كبير. انا شايف ان شريف من العناصر اللي خدمت النادي الاهلي في البطولات المحليه او الافريقيه. انا شايف ان شريف طبعا هيبقى بكره كبير جدا في ان هو كابتن الفرقه ازاي هيوجه الناس ديت بشكل كبير يقدر يهديهم يقدر يستنفرهم يقدر يديهم دوافع. طبعا شريف لعيب كبير وعايزين على نفسه في نفس الوقت طبعا فمهم جدا ان شريف زي ما قلت لك عودته مره ثانيه لان شريف من ضمن الناس المترشحه للمنتخب مصر يمكن دي اخر مباراه يهمه جدا ان هو ينهيها بشكل جيد. اتمنى ان شاء الله لشريف عوده حميده وان هو المباراه دي يعني يطلع بيها بره الامان وفي نفس الوقت هيبقى المباراه اللي هتساعده يروح بيها منتخب مصر خلال الفتره القادمه ان شاء الله. كابتن فوزي شريف اكرامي كابتن الفرقه بلاعب نهايه الدوري معايا لعيبه من الشباب يعني من وجهه نظرك هيوجههم ازاي؟ هو شريف من اللعيبه القدامى اللي موجودين في النادي الاهلي وشال النادي الاهلي وجاب بطولات كتيره. العامل النفسي مهم بقى في النقطه دي بقى يا محمد اللي انت اتكلمت فيها العامل النفسي ان هو قائد الفرقه هو كابتن الفرقه ازاي يوجه اللعيبه بتاعته وهو واقف ورا واحد من ولاده وهم على فكره كمان هم يساعدوه ان هم يادوا كويس يعني خط الدفاع عنده يبقى كويس واقف على رجليه ما تبقاش فيه كور معديه كده ما يبقاش مش مركز كل الحاجات دي تبقى النواحي النفسيه هو بيقود الفرقه من ورا بيقودها وبيدي توجيهاته ولازم نسمع صوته توجيهات للعيبه كلها. فرصه لشريف نتمنى له ان شاء الله ماتش بكره ده يعني ربنا كرمه واختار في ضمن المنتخب والعامل النفسي مهم قوي على فكره دي حاجات بقى جايبينها لشريف هو صنع فيها الفارق ده ماتش سوبر الهدف ده مش عايزين ننسى غير مجرى اللقاء مش عايزين ننسى شريف اللي عمله على فكره هو اتنين بطوله افريقيا يعني 2012 وشوف و2013 والروح اللي عنده وكان بطوله دوري والسنه اللي فاتت كان له يعني حاجات مهمه جدا ادي مثلا ماتش الداخليه وايضا كان السنه اللي فاتت له ماتش المقصه
لما صد ضربه جزاء. ايوه صد الضربه غيرت النتيجه. غيرت النتيجه. فهي هي هي التوفيق بتاع ربنا والعامل النفسي برده على فكره. كلنا كده في حياتنا على فكره. العامل النفسي مؤثر عليك لما ربنا بيوفقك في حاجه وماشي فيها بتبقى راحه نفسيه غير لما تكون مشدود والناس واقفه لك على تكه او مستنيين يبصوا هتعمل ايه، هل هتبقى موفق ولا مش موفق، هتصد ولا مش هتصد. فطبعا ربنا صعبه جدا. صعبه جدا يعني. صعبه جدا جدا كمان يعني. هو الشيف على فكره انا من الشيف كان معايا من زمان على فكره، من المدربين ومن الاجوان الكويسه جدا وبيعرف يجيد، بس هي الناحيه النفسيه ان شاء الله يرجع لها تاني، لان برده لما بيكون هو الحارس الاول وبعدين دلوقتي بتختلف معاه شويه بقاله فتره كبيره ما بيلعبش، فطبعا ماتش بكره بالنسبه له يعني رد الفعل اللي عمله بعد الهدف ده هو اللي احنا عايزينه بالظبط. خد بالك كمان يا فوزي، عايز اقول لك حاجه. الروح النفسيه بتتغير. الصراع اللي بينه وبين الشناوي على لطفي صراع شريف جدا. هيرجع شريف بشكل كبير جدا جدا. كان موجود ادي ضربه جزاء مخصصه يعني احمد الشيخ. المنافسه اللي بينهم وبين بعض يا محمد، خد بالك هي دي اللي بتخلي كل واحد يشتغل 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 يشتغل. كان موجود يا كابتن يعني، برده ما كان في كابتن ثابت وكابتن اكرامي وكابتن شوبير. طلع الثلاثه يعني كل واحد تاريخ مع النادي الاهلي. هي دي بتبقى راجع للمدرب اللي حراس المرمى، لان هو اكتر واحد بيشتغل معاهم. وكابتن طارق سليمان الصراحه السنه دي والسنه اللي فاتت واللي قبلها كابتن طارق من 2012 هو موجود مع النادي الاهلي، بيتعامل معاهم اخويا طبعا. والناحيه النفسيه بيتعامل معاهم كويس جدا في الناحيه النفسيه، لانك انت لما بتبقى تلعب انك انت قاعد بره كل الحاجات دي بتبقى يا احمد الشيخ برضو يعني. شوف اللعيبه عندك لعيبه كتيره جدا كانت موجوده، دي صد ضربه الجزاء دي برضو اختلفت في الماتش خالص. نعم يعني ده حقيقي يعني فعلا. فالحارس المرمى يا كابتن ماهر لما بيصد بيصنع فارق، بينقذ كوره، بيسمع صوت الجماهير بتحييه نفسيا بيعلى. نعم. زي ما شفنا محمد الشناوي علي مع مساعده عن ان الفرقه كانت واقفه على رجليها، والقوه البدنيه والقوه الجسمانيه والقوه الماتشات ولعبوا ماتشات كويسه جدا 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 وخدوا الدوري من بدري. ده تورطه الراحه النفسيه ان عارف ان قدامه خط دفاع كويس جدا، خط وسط عنده هجوم جامد جدا. فالحاجه النفسيه ان الشيف برضه وراح المنتخب كمان يا فوزي. أيوة. يعني الشناوي كمان من ضمن المنتخب. الشيف راح المنتخب. فدي كابتن فوزي مين من وجهه نظرك يعني بكره في النادي الاهلي شايف ان هو هيبقى متالق؟ وانا اتمنى الفرقه كلها، لان هي ما بتبقاش واحد بس، هي الهداف صلاح محسن. الاجابه دي احمد ياسر ريان اكتر اجابه بتعجبني. النادي الاهلي مستو ان هو تيم، ما هوش لازم فرق. اصل زي ما قلت لك ما بيبقاش واحد. هو نجم الفرقه بس بمساعده الفرقه، ان كلهم يكونوا بيتفقوا على ان احنا مباراه جميله. درجة اللياقة عنده واقف على رجليه، التوفيق بتاع ربنا طبعا ده أول شيء بيبقى متواجد، إنه بتساعده لأن الكرة بيلمسها بيحطها جود، غير لما بتيجي الكرة مش عارف يوقفها تطول منه، انفراد بالجون ضاعت منه، الحاجات دي كلها المؤثرة اللي إحنا بنحس بيها كلاعيبة كمدربين كدلوقتي بنتفرج عليهم وبنحلل، كل الحاجات دي بتأثر على اللعيب النفسي نفسيا. فالكابتن أحمد أيوب طبعا هيتكلم معاهم في الكلام ده كله، وإن الماتش بكرة عشان تبقى رسالة لجماهير مصر، جماهير النادي الاهلي بالذات، السي دي اللي هيتعمل هيتفرج عليه الخواجه، انت اهو ورينا انت اهو. والتوفيق طبعا للنادي الاهلي باذن الله. كابتن ماهر، اول ثلث ساعه بمعدلات الجري اللي متوقعه هتبقى صعبه، كيف يبدا النادي الاهلي في اول اللقاء؟ بص يا محمد، انا يعني النادي الاهلي خلاص هو اتعود على السيستم والنظام والاستراتيجيه اللي بيلعب بيها حسام البدري، هينفذها احمد ايوب بكره، اللي هي يعني شكل واداء النادي الاهلي 4 في خط الظهر، 2 في نص الملعب المدافع، انت قلت ممكن وثلاثه ممكن واثنين واحد، يعني دي من ضمن الطرق اللي ممكن يلعب بيها بكره احمد ايوب. طبعا هيبقى في احترام بشكل كبير جدا بالنسبه للمصري، المصري يهمه ان هو يكسب النادي الاهلي. المصري متوقع كابتن ان هو يبقى ضاغط. حسام اشتغل انا ازاي مع الضغط ده عشان هلحب هرجع نص ملعبي، هامن بشكل كبير جدا، واحاول ان انا اقفل مفاتيح لعب نادي المصري اللي فيها بتمثل خطوره. يمكن احمد جمعه بالنسبه لراس الحرب عنده الاطراف برضك، يمكن احمد شكري بيقدر يخترق بشكل 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 قوي. جيد. وعنده اسلام عيسى. وعنده اسلام عيسى برضك. النادي الاهلي بادر بالضغط. ما انت الضغط ده يا محمد، انت في حاجتين في كوره اساسيين بالنسبه لك، ان انا معيش الكوره لازم اضغط على استقلص واستحوذ، ولما استحوذ
بنقل بقى للحاله الهجوميه اللي هي التمرير. انا شايف ان احمد ايوب برضك من ضمن الحاجات النفسيه اللي هيخرج منها اللعيبه ان هم هيلوم العب كورتك يعني العب هيشيل من عليهم الضغط بالظبط هيشيل يعني. الضغط عليهم العب كورتك والعب ادائك اللي احنا اللي انت من خلال التمرين بتاديه بشكل جيد لان اللعيبه ديت محمد معظمها لعيب الكوره واللعيبه ديت انا شايف بكره اتمنى التوفيق طبعا لباسم رجوع الباسم مره تانية لمكانه الجزار وده وافي جديد يمكن كان موجود مع حسام بدري بقاله فترات لكن سمعنا عنه ان هو خامه جيده نتمنى لو خد بكره من بدايه المباراه ان هو يظهر بالشكل الجيد في محمد الجيد. فخري وفي كريم يحيى وفي السعداوي كل دول محمد شريف لو بدا برضك من بدايه المباراه يقدر ياخد احمد رمضان احمد حمدي بيكهام بيكهام برضو انا يعني هسال كابتن فوزي بيكهام من اللعيبه برضو لعيبه 97 و يعني مش جديد على الفريق الاول بيتمرن معاهم بشكل كبير ممكن يبقى له ادوار بكره ممكن يستعين بيه طبعا لان برضو كابتن احمد ايوب هيبقى حاطط دكه بره يستعين بيها لان في لعيبه كتير ممكن تكون تأدي الشوط الاولاني كويس جدا وبعد كده اللياقه البدنيه بتاعه الماتشات بتاعته ما تكملوش فيقدر يستعين بيه وانا اتمنى بقول للنادي الاهلي كابتن ماهر طول عمرنا الدكه اللي بره زي ما كنا شفنا الماتشات اللي بتكسب في اخر ثانيه التغيير بتاعك اللي بتعمله فنتمنى ان شاء الله ان اللعيبه اللي موجوده والصغيره اللي طالعه اللي موجوده في وسط الفرقه وعدم وجود اللعيبه اللي هي الكبار القوام الفرقه الموجودين ان هم يقدروا فعلا يثبتوا وجودهم ويورونا انتوا لعيب تقدر تلعب في النادي الاهلي هتقدر تستمر هتقدر تكمل المدرب الاجنبي هيشوفك فنتمنى لهم التوفيق ان شاء الله وماتش بكره على فكره معتمد برضو على البدايه زي ما انت يا محمد انت قلت حاجه كويسه قوي البدايه يا كابتن ماهر البدايه القوه ان انا بقول لك انا اهو انا داخل ندي بنت انا اهو مش خايف انا مش خايف انا لعيب تقيل انا سريع انا بجري انا بلتحم انا يعني الكره بطلع الجامب بتاعي جامد الحاجات دي بتبين بتوريك الفرقه انك انت نازل عايز تعمل حاجه فاللعيب اللي قصادك كنا بنحس كده كان انا مره والله كان سادس علابي كان في الاتحاد السكندري والله يا كابتن ماهر مرة قال لي يا ابني احمدوا بقى ايه الجري اللي بتجروه ده بجد كده قال لي احمدوا يعني وراح قايل كلمة مش هقدر اقولها طبعا قال لك احمدوا بقى ايه الجري اللي انتوا بتجروه ده احمدوا شوية فهي اللعيبة عايزة كده يا كابتن من اللعيب للمنافس ايوه من اول الماتش خاصة ان انا كمان بيغيب عني اللعيبة التقال الخبرات اللي الناس كلها بتكش منهم دي ذو حدين دي تخليك تقول انا هلعب بقى من غير اللعيبه اللي هم الاساسيين غير اللعيبه القوام الاساسي انا هوريك انا لعيب النادي الاهلي عشان كده خد البدايات وخد بالك يا محمد ده اخطر لان دول امل النادي ده حقيقي دول امل النادي أيوة الفتره اللي جايه هيبقى اخطر خد بالك اخطر كمان من الخبرات اللي احنا اتكلمنا عليهم الراجل الجاي ده النهارده عايز يثبت عايز يقول لك انا اهو وجوده يعني الراجل الخواجه هيقول فرجوني هيشوف الماتشات بكره امل النادي بشكل كبير جدا نتمنى كل الاسماء اللي احنا قلنا عليها ان بكره يعني تشد انتباه الناس جمهور النادي الاهلي حتى يبقى عندي شك ان احمد ايوب هيشيل عنهم الاحتقان هيشيل عنهم الضغط وهيقول لهم العبوا كوره تثبتوا نفسكم من خلالها في نفس الوقت اخر مباراه بتنهي بيها مشوارك الدوري العام بتحقق بيه انجازات نتمنى التوفيق بكره لهؤلاء اللاعبين ان شاء الله انا كل مره دايما بحرككم كده بتوقعات فانا هشيلها من النهارده واقول مثلا انا اتوقع ان شاء الله بكره صلاح مصر يجيب جول ان شاء الله انا اتمنى انا ان شاء الله بكره اتوقع باذن الله النادي الاهلي بيقول لك امل النادي الاهلي بكره ان شاء الله الفرقه دي هتكسب النادي المصري وهيعملوا مباراه من افضل المباريات هل يبقى في شهادات ميلاد جديده يا كابتن انا شايف ان شاء الله يعني احنا خلاص شفنا باسم وحكمنا عليه بشكل كبير محمد شريف نتمنى بكره يبقى يعني مولد جديد احمد حمدي يعني على فترات نتمنى بكره نحس بصلاح محسن يعني امل النادي الفتره اللي جايه ان شاء الله الجزار واحنا عرفنا ان هو من المدافعين الاقوياء اللي وقع الاختيار عليه نتمنى ان شاء الله باذن الله نشوف النجوم دول بكره في هذه المباراه كابتن فوزي توقعاتك من بكره اتمنى ان يطلع ماتش اول كويس جدا اتمنى ان اللعيبه الجديده اللي مش جديده اللعيبه الموجوده تثبت وجودها لان فعلا هتبقى رساله قويه جدا لجماهير النادي الاهلي ان عندهم في خامات كويسه جدا موجوده في النادي الاهلي استعين بيها المدرب اللي هيجي الاجنبي هيشوفهم هيتفرج عليهم يثبتوا وجودهم وانا متوقع فوز للنادي الاهلي باذن الله بكره لان اللعيبه دي هتلعب بدون رهبه بدون خوف مفيش بقى بنافس على نقط او منافسه او حاجه لا انا بلعب وبثبت وبقول انا النادي الاهلي هو وادي الفانيلا الحمراء يعني يظهر يعني اتمنى
رامي يعني نتمنى ان شاء الله فعلا بكره، لان برضو النادي المصري ممكن اعتمد ان هو جاي من سفريه برضو لسه اللعيبه بتاعته مجهده وخلاص نهايه الموسم، فهتلاقي بكره اللعيبه بتاعت النادي الاهلي ان شاء الله اتمنى لهم تماما بجد يقدموا مباراه قويه ما يهمهمش حاجه ويتوكلوا على الله وان شاء الله يفوز باذن الله. يبقى الفوز للنادي الاهلي ويكسر رقم قياسي جديد. في نهايه الحلقه طبعا بشكر ضيوفي الكبار كابتن ناصر النادي الاهلي كابتن ماهر رمام. شكرا يعني شرفتني يا شكرا حبيبي كل سنه وانت طيب يا حبيبي وصلت قامه الاهلي والاهلاويه كلهم بخير ان شاء الله كل سيزون حضرتك ان شاء الله. ايضا كابتن مصر والنادي الاهلي كابتن فوزي سكوتي كل سنه وحضرتك طيب. كابتن محمد وسعيد طبعا بوجود الكابتن ماهر ووجودك طبعا وعائله الاهلي، ونتمنى ان شاء الله كل سنه طيبين للشعب المصري وجماهير النادي الاهلي باذن الله باذن الله. السنه دي كان سيزون استثنائي، سيزون النادي الاهلي حقق فيه بطوله الدوري رقم 40. السنه دي مع حضراتكم في استاد الاهلي كافحنا مع نجوم التحليل ان احنا نوصل لحضراتكم كل ما يخص النادي الاهلي بكواليسه، وغدا ان شاء الله هيستمر هذا الامر بالساعه 9 وزميلي كابتن محمد فاروق هيكون مع حضراتكم كل ما يخص كواليس هذا اللقاء، اللقاء الاخير في بطوله الدوري الممتاز. انك تقدم لجمهور النادي الاهلي محتوى ده شيء صعب للغايه، لان جمهور النادي الاهلي لا يرضى الا برقم واحد، واحنا حاولنا طوال الموسم اتمنى ان نكون قد اسعدناكم في ان احنا نوصل هذا المحتوى لكل جمهور النادي الاهلي في كل مكان في العالم. النادي الاهلي احسن كوره في افريقيا واحسن كوره في مصر. ان شاء الله غدا يبقى نهايه سيزون جميل بالنسبه للنادي الاهلي وايام مفترجه، والموسم الجديد هيبقى فيه حاجات ان شاء الله انتظروها هتكون على اعلى مستوى، مدير فني يكون على اعلى مستوى يقود الفريق والمسيره لبطوله الدوري والكاس وافريقيا وكل هذه الامور. شكرا موصول لكل طاقم العمل، كل سنه وحضراتكم طيبين ما تتقلوش في السحور، وان شاء الله كده دائما وابدا النادي الاهلي يكون فوق الجميع. حتى القاكم تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.